السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الغالي في بث المانجا والمانوا الأسبوعي اللي يجيك أسبوع. شرفتمونا، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، تلخبط لأني من زمان ما طلعت بث فجبت أم العيد زي ما شفتي زي ما أنتم شايفين، فاضطرينا نعيد مرة ثانية. أهلا وسهلا بكم. اي ابشركم، نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الوالد طلع بالسلامه من المستشفى دا سلامته، وحاليا هو في البيت. في كثير يسالون شو السالفه، سلامات في السالفه. بكل اختصار يعني جات ولا الحمد عدت على خير لله الحمد لله، جات جلطه صغيره جدا في المخ فكنا خايفين جدا، دخل علينا مركزه تم يومين الحمد لله طلع بالسلامه، ما لها اي اعراض جانبيه الحمد لله، عدت زي السلام الحمد لله الحمد لله. كل هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم دعاءكم ورقته لكل من سأل، لكل من دعا، لكل من تحمد السلامة. يا جماعة والله العظيم غرقتوني برسائلكم الجميلة والحلوة في التويتر، في السناب، في التيك توك، في الواتساب، في الاتصال، في الاسمس، كل شيء كل شيء. يعني والله العظيم ورقته الحمد لله. أخوي إبراهيم جاي، هذا شيء مضمون، باقي ما اضمن احد، اللي بيجي حي الله، اللي بيجي تحت الله. ان شاء الله الشباب ان شاء الله يمديهم يلحقون. طبعا كل واحد عنده ظرف، يعني اقرب واحد جاهز يقول انا عندي برزنتيشن والامور اللي تتعلق بالدراسه، فغالبا واحنا متعودين في بث المانجا اللي ما يجي معذور، وبث الانمي كذلك اللي بيجي معذور. طيب بيسكلي راح نتكلم عن ون بيس، هذا شيء متي منه في البدايه. حلقه الانمي شوي ما قلنا عن حلقة بالإطاف، أسئلتكم ما عندنا، ما نفتح المجال حق كل شيء، ما راح يعني ما عندي شيء نتناقش فيه عشان فصل الأسبوع ما نزل فصل. وسوينا بث مانجا الأسبوع الماضي. بسم الله عليك، حطينا الأسبوع الفصل الأسبوع الإطاف، بنعطيكم أنتم مجال تسألون و يعني نتناقش في حلقة الأنمي ذاتس إت. ما عندنا ما في شيء نتناقش فيه، بس يعني المهم. أوكي إحنا بنفتح الموضوع إن شاء الله، يعني راح ناخذ راحتنا في ون بيس لأن له جزء معين في البث، فلازم نتكلم. مانجا كينجدوم هذا اللي أنا ناسي، هل تناقش في فصل الأسبوع اللي طاف؟ إحنا سوينا له ريأكشن صح؟ إي بس ما أذكر الأسبوع اللي طاف بثينا عنه ولا لا؟ اللي طاف اللي سحبنا عليه، لا حتى سولف بثينا عنه. لا على طول عرق اللقاف اشتغل عند الجمهور، وش اللي حرق إبراهيم الفيديو؟ مو لازم تعرفون، المهم إنه حرق وخلاص، مو لازم تعرفون اللي حرق. شوف هو احس انه ما فرض الرد عليهم لان هم هم ينتظرون بث المانجا عشان يسالون هذا السؤال ترى. لا 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 المفروض ما يسالون نهائيا، لا الحين ولا بعدين. ما هي بحرق ترى. انا احس ان يعني هي اجابه ظهرت في الانمي بس ما ظهرت صريحه، ما ظهرت صريحه. اي وظهرت الحلقه هذه؟ لا لسه مو صريحه. تعال بليز. ترى احنا زين روح لبث مانجا عادي نتناقش، بس لا ما بيقول ايش صار، بس احنا ترى على فكره احنا كنا نضع نظريات على انه هو خلاص اوكي. الان بدينا حرق مانجا ون بيس، كيف؟ نعم نبدا حرق مانجا ون بيس الان. وبنتكلم في كينجدوم لو نص ساعه، والوقت كله بيروح لسولو في الاخير، ونشوف اذا في مجال نطلع هانتر ولا. والله يعني ابراهيم ترى ما راح يطول، طلعت انت تولى سبل طف ترى هانتر، بس انا اقول بشوف وضعي اليوم. يعني ابراهيم ما راح يطول لانه ما نام عدل الله حق، عشان اعطيكم اياه على بلاطه بصراحه. يعني انا صاحي يعني بدري، مو بدري صحيت قبل الظهر بشوي، فبرضو الطاقه واللياقه مش فل اوبشن. بس خلينا نعلم من الحين ان شاء الله بعد بث المانجا بطلع بث تيك توك لو نص ساعه ساعه لو نص ساعه ساعه ان شاء الله. انا قعدت نعوض على 3 ايام اللي طافت كنا معدينكم بث كل يوم، صارت الظروف قدر الله ما شاء الله قدرنا نبدا. خلونا نبدا في ون بيس، واذا عندكم اي سؤال حطوه. ون بيس سولو كينجدوم الاسبوع الماضي، نعم الاسبوع الماضي كان في هانتر بعد، متاكد لاني انا بعد بث المانجا طلعت بث تيك توك فاذكر. اي انا كان البث اللي كان في هانتر صح. تخيل الاسبوع اللي طاف بثي في التيك توك عندي 1000، الأسبوع هذا عم بثي بالتيك توك عندي 75,000، تخيل سبحان الله. ضربت 8 جرام 8 74,000 متابع في أسبوع يا وحوش، والله بكم وحوش. طيب وظيفة إبراهيم يحرق على محمد، حرام الله، ما هي بحرقة قوية ترى، حرقة بسيطة يعني. طيب anyway مرة ذا كنا إنه وهذا تاور جاي بس
ارتب الجدول وشوف وضعي بكره بعد بكره جاي ان شاء الله باذن الله مره ثانيه. الكل اللي طالب حلقه يا ابراهيم يبي يقول شو حلقته، يقول احنا ما لنا منه. منورين الشباب، الحمد لله على سلامه الوالد، على سلامتك يا ابو مروم حبيبنا ابي ميكر اللي يقول ليش اتحمد لك انت السلام يا ماجد. تدخل على التيك توك وتسمعون سالفه الحادث، حادث بسيط ما هو بصعب يعني ما هو بقوي الحمد لله. حد على خير والله سلم هذا بعد يا الحمد لله على كل حال الحمد لله. عطنا انت رايك بحلقه الانمي الاسبوع ذا فرصه يلا نبدا بالانمي. والله شوف الجزء الاول من الحلقه يعني من الانمي بس حرق يعني سولف عادي حرق الانمي. النص الاول من الحلقه كانت نوعا ما فيها تمطيط واضح، تكرار موضوع مومونوسكي مع ياماتو في اكثر من فريم واكثر من مره يعيدون اللقطه. ومومونوسكي يقول اصبح ممل، هي عادوها ثلاث مرات ومرتين كثير احس. هذا يعتبر تمطيط، ما يحضرني ايش في تمطيط، لكن الجزء الاول اللي لاحظته من الحلقه حسيت اني وانا اطبل الانمي الفترة الأخيرة، هذه الحلقة بالذات ما طبلتها لان النص الاول قاعدة تستهلك يعني وقت يعني ما لهم حقين الانمي اللي يزعلون، بس النص الثاني اللي فيه معركة اللي هو جاك وكذلك نوراشي نكموشي وهذا شيء يعني ما طاح في المانجا ترى، هذا شيء كويس اضاف المعركة القفزة الضربة وما ادري ايش ما صار، كان بيبدع شامخة العين او شامخة العين الناس تقول هذا شانكس ولا تخليني اكسر بسم الله عليك. من اللي يقول شانكس هذا؟ هو اصبعها والله زي كنت اللي قاعد تقولها انت في ثلاث شطبات يعني يلا زين قول. مثل معركه صارت عكس المانجا اللي ما كان فيها معركه، كنا نشوف يعني انه صار في صدام وجاك سقط اي عطوا جبلنا جبلنا كاد يتدخل وجاك سقط. الابداع في الجزء الاخر من الحلقه هو كازايا وقوف امام اللي هو شو اسمه كايدو، كلام كايدو كان جدا جدا يعني يخليك تحترم كايدو لانه يحترم اتباعه. واقف قدام اتباعه والله شفت رياكشن حق محمد يقول يا جماعه هذا كايدو. اذكر برضو حتى انا وقت اللايف في المانجا كنت اقول نفس الشيء يعني واو نظرتي لكايدو تغيرت 180 درجه في اللقطه دي، انه يعني انه حريص على اتباعه، انا توقعت انه يرميهم في وجه اللي يخسر معاه كامله مثل بيجمون مثل بيجمون مثل بيجمون، بس هو يقول لا هذا الشخص احترم جاك وقال انا اخترته بعنايه ما راح اوقف اخليكم تلطشونه. وهو المشكله وقال ترى المشكله مش لان جاك ضعيف، دوري قوي صحيح هذا قال حتى في المانجا هذول قوي هذول قوي، لذلك كنت داخل اللي هو كيمون يوم يقطع النار يشطب عين كايدو او خد التنين او شيء زي كذا زي مثل التحرق يعني. لا في الحلقه نهايه الحلقه يوم قفز قطع النار زين بعدين احرق ايش قاعدين في باتمان ايش تبي انت الحين توترني كذا ليش؟ وهذا الشيء ظاهر ترى في الحلقه شكلك ما انتبهت توني اكتشف اني ما كملت انا اتوقع لا لا قفز قفز وضرب النار وشقها والاخراج ترى في الانمي افضل من المانجا لان جابك النيران راحت البحر وشوي حرقت. انا كنت اتابعها وصلت لين بعد النص بعد المقطع اللي بالنص ولين شطبت عين جاك وطيحتها ولين تدخل كايدو وبعدين وقفت ما اذكر شيء جابني ورجعت كملت على بالي اني شفته كامله اليوم قلت شطبت كايدو كذا قلت هلو. نهايه الحلقه كانت وقوف الاغماد امام كايدو بعد ما شطب اللي هو كيمون خده خده اي انتهت الحلقه بالطريقه هذه. ولما الجزء الاخر كان حلو لان الاستديو اخرجه بشكل حلو وانت ما تلام يعني انت مشغول اليومين الماضيه. اي والله بالموت قدرت على اشوف اليوم شفت على عجاله وما كملت بعد. اي فالحلقه انا بالنسبه لي عجبتني الجزء الاخير هذا. وليد وشكرا لك على الدعم $5 اريجاتو اريجاتو اريجاتو. يقول وليد شباب عندي توقع دائم تتهاوشون على سالفة السيوف وش بياخذ زورو من السيوف، لكن هل تتوقعون صانع السيوف يسوي لزورو سيف خاص به؟ هل هذا الخيار بالنسبة لك وارد؟ تروح صانع السيوف ها؟ اي قبل ما تدسو هذا بخشن نطرح الفكرة هذا حلوة زين، بس بذكر في الانمي برضه ظهروا لنا ماركو اخيرا تلاقى مع البيج مون وصار في كلاش وقول له قوة الكلاشات هذه الجزيرة قاعدة تروح في نهاية القصة؟ الحلقة نهاية الحلقة؟ ايه الجزء الاخر من الحلقة كان ظهور ماركو تصادم مع البيج مام. والله قوية الحلقة يا جماعة. ايه حلو تسع صفحات الاستوديو اقتبس. شو اللي مبالغ التمطيط يعني؟ تمطيط بس تمطيط يعني عادة اللقطة ثلاث مرات تحس انه ليش؟ خلاص مشي او احشو بشيء مختلف.
عموما بالنسبه للسؤال انت ايش رايك؟ انا اعتقد حلو لما اللي هو زورو للقصه طبعا ولزورو حلو ان زورو ياخذ سيف باسمه الخاص له، احس انه راح يكون شيء مميز. يعني اودن له سيف خاص له او باسمه، لربما حتى سيف اللي هو ميهوك هو صنع خصيصا له، تمام؟ يعني في سيوف صنعت خصيصا لاصحابها، حتى شانكس اتوقع ان سيف صنع لشانكس نفسه عشان الجريفن زي شانكس. هل تلمح ان شانكس عنده فقط الجريفن انت حاليا؟ لا، المح بان شانكس يمتلك سيف قوي جدا، السيف هو نفسه ما كفكات التنين. شو اسوي لك بعد السيف اللي يطير شانكس يطير. عموما يعني انت ايش رايك في الموضوع هذا؟ هل يعني زورو يطلع بسيف باسمه؟ لا شخصيا لا، انا اشوف انه مو غلط. انا لو صارت ما راح ازعل ولا اقول لا غلط، والله راح تفجر جبهتنا كلنا على زي ما قلت، بيصير الكاتب فقع يجي هنا كلنا وجبهتنا كلها ويكون الاخ وليد جاب توقع اسطوري رهيب صار. ولكن انا شخصيا ما اعتقد، اعتقد انه يعني عنده شيسوي، عنده انما طبعا لازم تفضل شيسوي على انما ويستبدل اللي هو الملعون الاحمر بالملعون البنفسجي الثاني وخلاص. كثر الله خيركم، كثر الله خيركم دولة وانو، اغلاكم الله، يعطيكم العافية، انتم كذا 10/10. صح. في واحد ذكرني ايش يقول في الحلقة ظهرت كاروت. اي بيدرو تو يقول ظهر المرحوم. اي يقولون يقول تو مساعة ما ادري من اللي كتب في تلميح على عودة بيدرو يا ابو ابراهيم. شفتها شنو تلميح؟ هذا الجزء هذا الجزء هذا الجزء من النص الاول. الله يشكر، انفجر قال كلمة الأخيرة وانفجر، يقول لي تلميح بيرجع. يا أخي خاف الله، اتق الله فينا، احنا تعبنا. لا حتى مسوي كذا مات نهاية الأرك، كان أوريك. خاف الله يا ماجد أنت وجماعتك. الواد قدام والله ذولي. مازن خلف طريقة التوب يقول ألف الحمد لله على سلامة الوالد يا ولد. طريقة التوب ميكر يقول وضعي في الحين موضوع منتشر في أن ناس تقلل من كوين وتقول هو زو أقوى منه، هل تتفقون؟ هذا في حل انه تمزيد، يقول مو بوضع، يقول صح هي الحين موضوع منتشر ان الناس قاعد تقلل من كوين وتقول انه هو اقوى منه. هذا في اسمع لي معلومه، هو هل يقدر اصلا يطول مع سنجي بعد القوه؟ سحب وجهه البلاط سنجي بعد القوه اللي ظهرت، بدون القوه اللي ظهرت سنجي مسحب وجهه البلاط بدون القوه. تبي ربو يقدر يهزم سانجي، يعني شفنا في بداية المعركة مع بيجو. لو هو زو في خير كان هزم جاك من زمان وخذ هو أحد الكوارث بدون هيك. الله حق زو ترى قوي يعني، بس ما في خير. كان عنده قدرات، ما في خير يا رجال، ما في خير. يا أخي تبي تناقش ولا زعاق؟ ما عنده قدرات، كمل قول يلا. لا خلاص زبال معك منا. ايوه مازن خلاف دعم تو دولارز اللي قلتوه. قصت عندي ضعيف، الصوت تمام يا شباب حمد الله. اي والله انا مقصر على الصوت لان في ناس كثير كانت تقول ان صوتكم يسرع اعلى من الضيوف. المشكله ان اليوم ما به ضيوف، فانا ليش اقصر الصوت وما به ضيوف؟ ما منه فايده. طيب طولنا على الصوت، الحين المفروض ان الصوت اوكي. اعطونا الخبر يا مشرفين ونقرا سؤال. بيم ميكر يقول البيج مان بعد قالت لي بريسبارو سوف نستقل كايد هو لنصل للون بيس، الحين وضعوها عكس المانجا البيج مام تبي تغادر. طرن طرن طرن. هذه الجزئية برضه انا وصلت لها. ايه ما وصلت لها، اظن اني ما وصلت لها. ايه جزئية اللي هو ماك هو نقاشه مع البيج مام، ايه ودخول بريسبيرو كانت واضحة. قالت لا قال لها ليش تتحلفين؟ قال لها ماما ليش تحلفين مع كايدو؟ انا تحلفت مع مارك عشان نسقط كايدو. التفتت له وعطتها النظره وخاف وقمر. قالت له يعني ملخص الكلام، انا تحالفت مع كايدو وراح نستغل كايدو عشان نوصل للون بيس. الله 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 مصالح خاصه، الغدره واضحه وضوح الشمس. قلناها زمان يعني مصالح خاصه للاثنين ترى. أم كايدو أول مرة أول ما صار التحالف قال راح نتحالف ونوصل للون بيس ونحكم العالم، بعد كذا راح نتقاتل، يعني بعد ما نخلص من التحالف راح نتقاتل مع بعض. لكن لوفي أصلا راح يحطهم خلاط، يخلط منينهم تحرك. جي أو سيكس أريغاتو على الدعم، 6 شهور اشتراك على التوالي، أسطورة. طيب جي سيكسو أريغاتو جوزوي مونستر.
طيب نروح على كيوي يقول الحمد لله على السلامة يا أبو إبراهيم، بالحديد ولا بالعبيد؟ أريغاتو أريغاتو أريغاتو. وأجين اللي عاوز يعرف سالفة الحادث تفضل على التيك توك، عندنا مشروع على القصة كاملة. والهدف مو مني أقول لكم أنه صار لي حادث، الهدف تاخذون الحكمة اللي في نهاية المقطع على الحادث. لا يقول الدعم 2 دولار. إذا الكاتب ما سكر الفصل جاي وجاب شانكس، هذا يعني أنه منافق وكذاب ويحب الفلوس. ما دخل، ما قال شانكس بيجي بكرة، ما قال. لا ما مقصد مين المنافق شانكس يعني؟ لا يقصد الكاتب. أول اللي صرح التصريح ترى إذا ما نطلع مو شانكس مو الكاتب المحرر، إذا ما نطلع الفصل الجاي كم رقمه؟ 1035. مو الفكرة الفصل الجاي، الفكرة أنهم قالوا نهاية السنة دي أو في السنة دي راح تشوفون شانكس يتحرك الفيلم. الفيلم ما بعد ينزل السنة الجاية. خلاص تحرك الفيلم. لا الفيلم ما تحرك، الفيلم لعدين صورة. يعني واضح انا في شيء يتحرك عشان كذا في التويتر يقول لك شانس بيظهر ما ادري شو اكزاكتلي. فاذا الفصل الجاي انتهى، طبعا الفصل الجاي على فكره هو اخر فصل هذه السنه، يعني في توقف بعد اسبوعين وبعد بنجي على السنه الجديده. يا الله طبعا فعليا ترى بينزل الفصل الجاي قبل نهايه السنه بالنسبه لنا، بس رسميا في اليابان بينزل مع السنه الجديده، بينزل يوم 3 و4 الظاهر يناير، يعني مع 2021 2022. فهذا الفصل رسميا هو اخر فصل راح ينزل هذه السنه في اليابان، يصدر وسط اليابان رسميا اخر فصل. فاذا فعلا هو اللي هذه بسطه طبعا اخونا الغالي لاو، ان اذا فعلا شانكس ما ظهر الفصل الجاي فالكاتب كذاب منافق حب الفلوس، فعليا المحرر هو الكذاب المنافق اللي بينشر عشان يزيد الفلوس. لو كان التصريح من الكاتب فابدا اشيل الكلام من المحرر وحطه في الكاتب عادي، ما عندي مشكلة. هذا أحس إنه واضح أصلاً، يعني أنت ما أدري وين كنتوا، يعني ما إيش كنتوا تتابعون في أرك البيج مام يقول إن هذه سنة سانجي طبخ كيكة للبيج مام. لا بس ظاهر عن سانجي كذا، هو ما قال سنة سانجي، سانجي بيظهر وبيظهر، يعني سنة سانجي إن أبين لكم بعض حقائق ظهرت. لا ما قال ببين، ما قال سنة سانجي بس. أنت تقدر تفسر كده. إحنا فسرنا خطأ زين. إحنا. بس عيني قالك سنة يعني سيتحرك شانكس. شانكس ما تحرك. تحرك ظهر الفيلم. هذا الحالة بحد ذاته. الفيلم بيعرض في اليابان السنة الجاية. أوكي هو تلميح إن شانكس له علاقة أو راح يصير له فيلم في هذه السنة. من يقبل بتصريح عبد الرحمن؟ واضح. أنا بدي شوف، أنا عن نفسي أبغى شانكس يكون موجود في الأحداث. بس ما في هذه اللحظة يصل أخوي الغالي إبراهيم العامر. لا 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 وجاب مع الشاي، زبطنا الله يجزاه خير، زبطنا الشاي. مساء الخير على الجميع. مساء الورد. أنا أريد أقول لهم إنك تعبان ودايخ. أي الله يعطيك العافية. لا ما عليكم، أنا من أشوفكم صحصح. يروح التعب شو يعني يرجع. نتعبك يا إبراهيم. تعبكم راح يا بعادي. شلونك؟ والله بخير. أخبارك؟ والله الحمد. كويا شفت حلقة اليوم؟ حلقة اليوم؟ حلقة أمس حلقة ون بيس. لا والله أسبوع ده ما شفته. طيب قل لي إنك شفت كيميتسو نو يايبا، خلي حق بث الأنمي بكرة. ضحكت. أوه زين أنا انبسطت. بعد بكرة نتناقش فيها إن شاء الله. انبسطت في الحلقة. أنا بصب لك هذا. أنا دخلت النقاش حقكم زين. النقاش نقول له ما شاء الله يعني. بكرة إن شاء الله نتناقش فيه. زين دخلت راحتي أنا. شفتك قاعد تكتب في الكومنت والله ما عندي أقراها. يلا أعطيك سؤال أخي بدونك جيت. الأدميرال الثالث الثور الأخضر قال انا ما اكلت من 3 سنوات، صحيح. احتمال كبير ما اكل فاكهه النبات او الشجر لانه ما يحتاج ياكل. هذا نبات الجمل يا ولد مش على اجر الشجر. والله شوف يعني بما انه اخضر بس ليش يقولون ثور؟ ثور ياكل يعني الثور يشتر البعير اللي يشتر. لا بس ياكل. طيب اوكي يعني ثور ياكل يعني هو اكيد الصيام لا دخل بفاكهته بس وش هي؟ قال ما يمكن تخليه لا ما قال انا صايم، قال انا ما اكلت 3 سنوات بس. يعني اذا اكل تزيد قوته وتصير كذا متفجر يعني. انا احس ان له علاقه ان فاكهته تخليه يستغني عن الاكل، هذا اللي انا اقصده. لهذا السبب قلنا النبات، لان النبات فعليا يسوي سالفه البناء الضوئي انه يعني عن طريقة أشعة الشمس. ودكتور عزام الأسطورة ودعم 500 بت أريغاتو. منورين يا شباب. يمكن الكاتب يقصد بظهور شانكس في الفلاش باك وهو ياخذ الباك، هذا يعتبر تحرك. ترى معك
ظهر شانكس انه اخذ الباكه وظهر انه جلد كايدو من قبل او يستطيع تذكر. الله الله يسلمكم جميعا شكرا. ظهر شانكس في هذا الارك يمكن ثلاث مرات او مرتين وهذا يعتبر ظهور صحيح مع انه مو الشيء اللي احنا نبغاه وما ادري ايش انتم تخيلتوا لانه ارك 1 ما هو بارك شانكس يعني نكون منطقيين على الاقل شانكس ايش بيسوي في الاحداث الحاليه في وان الا اذا صارت ستارة موجوده ستارة ما جات ولن طيب اذا كانت تمسح يا مايكل ليش يسمونها ثور كان قالوا التمساح الاخضر تمساح ياكل يقول لي تمس انت عاد ما يعرف التمساح يعيش بس ياكل صحيح هذا المعلومه احسن ما يقول ما ادري والله ما ايش اسمع اول شيء الله يسعدكم كل من سال على ابوي الله يجزاكم خير وسلامه ما ادري انا ما عندي يعني بس انه بالنسبه للحرق يا شباب ايش لكم ليش الفضول هذا كلها كم حلقه وباين ما نقول لكم لسبب واحد والله انه بتروحون تقول محمد الله ابراهيم حرق عليك كذا فما لها داعي خلوا لما يطلع والله منطقي معنا اي خلوا لما يطلع وخلاص وش اسمه نقول لكم يعني حتى بعضكم يمكن يقول لها مش حرق حتى المهم انا وين اللي اذا دعم قوي ها يستاهل ايه انا اشوف الموضوع اصلا ما هو بحرقه من اول يعني انا اقول انه بحرقه بس كيفهم يعني انا اشوف اللي عنده والله عندنا تسويق مو طبيعي حق الموضوع انا عارف حق قلها يلا تفضل سمعني يلا سؤال لك انت عطى سؤال هل تشوف ان سنجي عرف مكان كوين عن طريق سماع خطواته انه طلع مؤثر كراك من صوت الرجل بالفصل انا ذكرت الاسبوع الماضي أنا اللي ظهر مش هكي تنبؤ هذا شيء أنا زعلت كثير بما أن سنجي أفضل مستخدم هكي ملاحظة في الطاقم ولكن ما استخدم ملاحظة وفسرت طريقته للذهاب لهزيمة كوين هي بأن كوين يوم تحرك سمع صوت إنه تحرك ما سمع عن طريق الهكي التنبؤ هذا شيء لأنه ديناصور كبير قاعد يتحرك طيب براين السؤال هذا جميل المتحنكين اللي مسوينا بسهم فاهمين اي واضحة قلت في البيت وزي كذا ترى انا قاعد تسد انت ما تعرف شو اللي انا حركته فلا تعب روحك ما حد يدري سامي ماجد سؤال يقول لك يا ابراهيم رايك في احداث هذه السنة من مانجا ون بيس اعتبارا من الفصل 1001 الى الان الفصل 1034 ايش افضل شيء وايش اسوأ شيء بالنسبة لك اوه والله في حاجات كثير كانت حلوة و قلت ثلاث يعني شوفوا من فصل 1000 يعني يمكن اسوء شيء بالنسبه لي ان لوفي لقم على راسه بعد ما هايط هذا كان مو من قلبك شكله هذا افضل شيء يعني لا هذا اسوء شيء في تحديات واجه لا انا اوكي انا فرحت انه لقم عشان ماجد زين ضد ماجد لكن بس بشكل عام سيئة انت اي سيئة القصه بالنسبه لي يعني انت تقول لهم خلاص روحوا وخلوها عندي وخلت تطيح على وجهك شيء احلى شيء طبعا انه يوم تقدر توقف كايدو هذا كان احلى شيء مصالح شخصيه اي مصالح شخصيه يعني ف وصدق عليها كنت مراهن عليها وصارت وقفت كايدو لما رجع لوفي مره ثانيه سؤال حلو ليش ما قال زورو كينج يعني مره رهيب قوه الامير سانجي برضه صراحه اخيرا يعني تم انصافه فيعني تقريبا يمكن هذا أكثر الحاجات اللي كانت بالنسبة لي صادمة المعلومات اللي كشفت بشكل عام عن كايدو عن بنت كايدو عن شو اسمه عرق اللوناري كثير يعني الأمانة من كثير المعلومات أحس أنه ما يمصدق أنها 34 فصل صارت فيها كل هذه المعلومات الأمور يعني الأمان عشان أكون صادق ديتو صادق قلت بابا شو انا اتفق في جزئية كبيرة من كلام الاخ ابراهيم بس معركة السطح يا جماعة الخير هذه معركة يعني جدا عظيمة الفصل رقم 1000 كان مرة اسطوري الفصل رقم 1010 يوم يلتقون السوبر روبو ويلطشون كايدو وكايدو يلطشهم هذا شيء كان جدا اسطوري عندك زورو يوم وقف ضربة اليونكو يستخدم العشرة صح زورو يجرح كايدو يعني حدث السطح بحد ذاته جدا جدا يستاهل يكون ارك لحاله ما صدق انه 33 فصل كل يوم 34 فصل كذا كلام صار فيها والله واجد نزل كمل مع السوبر توبيروبو نزل كمل مع ايش يسمونه الكوارث يعني فوضى فوضى فوضى
انا غششني واحد واحد واشكره كيوي. انا بالنسبه لي افضل موقف صار قل فيتو. فيتو جولدن فيتو عليك حدش يتكلم. وش افضل موقف بالنسبه لي؟ يوم شينوبو كبرت مومنوسكي. هذا الموقف اللي انا صرحت فيه هنا. اي مو صار شخصيه نفس الشيء. صار شخصيه انا وصلحت وايد. وايضا يوم لوفي قال حق زورو لو خذ قال حق لو خذ زورو وانزل تحت 1 في 1. الله يستر. بس والله انك تقص على نفسك ذاك الوقت. يعني انت حمس ذاك الوقت كان جميل. ذاك الوقت بالنسبه لي خلاص تحقق وكذا على خراب. اسوء موقف بعدين يروح كايد يقول اوه اللي قتلته. اسوء موقف كان يوم اعترف كايد بنفسه قبل كم فصل. مو عفوا ياماتو علق انه ضعف. ايه بدت الجزيره خرب الخطه والمخطط والتعافي التشافي خرب كل شيء. خلاص احنا مش موجود هذا التعافي التشافي يمكن يظهر الى الان. فكر فكر للحظه في مبادئ في اشياء زيان كيو يقول عبد الله سلام ريغاتو ما يعني في باله في اشياء علمحك لو قال عكس كذا هاي صلاح. انا طبعا بيكون احلى شيء في 2022 وشو هذا السؤال. يقول لك في امل في امل وشو اكثر شيء حلو؟ لا 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 خل امل خلود حس الله يستر عليهم كلهم يزوجهم اسلام. اقصد احلى شيء بالنسبه لي بيكون مو بحتى انه لو في 1 في 1 خلاص دي طز مايم راحت. احلى شيء اي طز مايم خلاص اسمع. احلى شيء مومنوسكي بالسيفر قبض كايدو. يا الله يا الله اني بحفل بناس واجد. نفس الشيء نفس ما حفلت قبل. ايش يعني نفس الحفله يعني. لا لا ذي اكيد ذي شوف اصبر عمي ذي فيها فيها اصبر ذي فيها دبايل فيها داسن فيها قصدك بسيف انما اللي يقص راسه لو طلعت بسيف انما بعد يا لبي عوده والله العظيم تكون اسطرت انه يقص راسه. ترى انا ماني ضدك بس انه بسيف انما هذا اللي انا ضدك. اي ادري هذا اي عشان بعدين ما تجي تقول شوف الجزئيه هذه انا راح انبسط في حاجه واحده لو استخدم قدرات الفاكهه مع السيف ويهزم كايدو انا ممكن انبسط. انت تبي رعد وتبي بارق وتبي لان قدرات الفاكهه الفاكهه ما جت عبث عبي بس سيف كذا حتى طر هجيب ما عندي مانع نفسي صراحه بابا واحد حشرني انا قلت الفاكهه لا والله قلت حتى لو بالفاكهه احد جت السيف الفصول هذه اللي ما عجبتني اللي هو كيمون يوم اي هذه هذه يعني هذا صراحه بالعكس كانت حماس. لا والله تسليكه من اودا والله معليش والله انا اشوف تسليكه. شوف يا جماعه انا 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 بتكلم يعني عن بالنسبه لي ون بيس او اي كان العمل ما احس انكم شخصنتوا لا لا اصبر بقول لك شغله. ايه بوند يقول احلام العصر يا ماجد الوعد قدام. شوف يا دحوم انا انا ايه جيب من قلت انا بقول لك على شغله يا بعدي زين بس لا. انا ما اقدر انكر انه اللي قاعد يسوي اودا شيء كبير ترى خصوصا في اركوان يعني صراحه في حاجات كثيره. شوفوا عبد العزيز يقول لو سواه مومو بسيف انما اودا يصير تلميذ ماجد. لا يا عمي وين 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 اودا وين انا. فالشيء اللي سواه للامانه يعني شفت انت تتكلم عن حاجات كثيره صارت في اركوان حاليا لكن لما يصير في خطا ما يعجبني. انا اتكلم عن نفسي ابى اتكلم اقول عنها ومنها حق اللي هو كيمو. يعني كيما انت وانك موضح لي او ملمح لي يا اودا عن هذا الموضوع قبل ابى اتفق معك كيما بس لما تجيني ان انقاس بعدين تقول انه ما مات بسبه انه الجماعه كانوا ملزقين وانه لا وما سوى مو هو اللي رجعه او ما التزق زين او ما تصلح زين او الصمغ البوتكس كان ضعيف هذا الشيء صراحه انا بالنسبه لي اعتبره خطا او شيء يعني فيه استقبال او شيء زي كذا. واحد الشات يقول من اقوى مو منسكي صغير ولا بوجي تمزح انت بتسال سؤالك صح؟ بوجي اقوى من اللحيه البيضاء حين يقولوا لك يقرر باللحيه البيضاء وهو صغير يقرر باللحيه البيضاء مع الشباب. اقوى رجل في العالم اقوى رجل في العالم طبعا اللي ما شاف بوجي يروح يشوفه اسامه رانكينج راح يشوفه. فهذه شغله وبرضه عندك طبعا هذا في يمكن في الالف اكثر اكثر شيء انا اشوفه يعني ممكن زعلني وضايقني حتى اكثر من لوفي من انه يطيح. يقول لك هذه غلطه اودا الوحيده. لا عنده غلط كثيره يا جماعه ترى بشر في الاخير في اغلاط كثيره موجوده في العمل لكن انا اشوف شخصيا ان ايجابياته والشغلات اللي يسويها الايجابيه اكثر بكثير من في ناس لسه جديده تو جديده في ناس تو داخل البيض تسال
بشرون شلون الوالد؟ اعلن احنا ردي في تويتر وفي تيك توك الحمد لله الوالد بشركم خير ولا الحمد لله طلع بالسلامة طلع بالسلامة والامور طيبة. كنا عندك قبل شوي وبدأت البث قلنا شو اللي كان معه حتى وكل شيء فاذا تقدر ترجعوا بداية البث تشوفون. كاجي ملك الظلام الحقيقي يا جماعة احنا ون بيس ركزوا على ون بيس. اكثر شخصية بدعت بالارك بالنسبة لكم غير كايدو ولوفي؟ هذا سؤال حلو تفضل. غير كايدو ولوفي انا بقول زورو. انا اتوقع يامت بدعت لا لا واحد انت تغش واحد خلاص يا زورو يا يامت اختار. لا اختار يامت يامت انا زورو انت مشكلة هم الاثنين في بالي تقسمت وش خليتوا يلا خذ زي معي ولا معي دي ما فرقت ولا نجيب واحد من عندك قل البيج مام البيج يلا انا سامح ما بعد بعد تحولت بس لا لا عندك الاثنين صراحة اثنين في واحد اللي هو لاو وكذلك كيف وجدان وش مشكلتش مع يامات ويبا شفيش عليها وش تقول وجدان تقول اسوأ شيء في الارك مصدش انت يكون عداش زعزع وجلو كل عدوهم صح اي والله هذه وش تذكرت انا هذا لكم اعداء بالعكس اقسم بالله من اجمل الشخصيات اللي موجوده في الارك انا اشوفها انت تقول لاو ويستسكد هي بدعوا جدا الصراحه يوم نزلوا قدام البيج مام والايقاظ الفاجئ كيف يقول جنوب عشان كبرت مو لو ما لها الا هذه الحسنه الوحيده اللي شفعت لها لو ما لها رجل شنو تخسي ما شفت حلقه اليوم صح امس حق الا جبت حقد عليه النهار والله انت عشان البنت قلت عشان البنت قلت حلوه يا ابوي هيك انت تشوفين المانجا اللي احنا نشوفها ولا تشوفين مانجا ثانيه كيف عشان البنت يعني خلاص يعني يا موت بنت قلنا انها والله رهيبه في الاحداث طيب خلها رجال يكفي انه وقفت كايد ما ادري يعني ليه مسترجل اصلا هذا ايه خل عنك هذا هذا انجاز انك توقف كايد الفتره طبعا في ناس تقول ما راح تصمد دقيقه ناس تقول ضربه واحده ناس قالت نص ساعه طقطقوا علي لا اكيد هي واحده منهم اللي قال انا والله قلت انه بيتصمد بس قلت على وقت وصدق بتسقط بس الله كملت وجلدت وراحت وسوى ما ادري ايش يبونها يبون تهزم كايدو بكبرى يعني مشكله ان البطل لوفي ولا كان هزمته حتى هي اي 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 ها اي حقيقه حقيقه لا لا ما انا اقول يعني صح في نقاش صار قبل كم شهر 8 شهور شيء زي كذا مع جلو الظاهر جلو واعوانه ما ادري عبد الباري اكيد هذا اعوانه ما عنده الا عبد الباري واحد منهم اعوانه والله شوف يا جماعه انا النقاش كان اصبر يوم اني انا اقول ان يامتو اقوى ما ادري قلت اقوى من لوفيا وزورو شيء زي كذا يعني أيه. انا خذتني العزه بالاذن ذاك اليوم اهم شيء انك معتدل لا لا بيض الله وجهك كنت اهم شيء انك معتدل بس طلع كلامي حقيقه بس انا علمت انا اي توك تقول عزه بالاذن انا قلتها ايش قلت لك يا دحم والله اذكر اي اذكر اياك قلت لك انا اتكلم عن نفسي قلت انها وقت دخول لوفي اي زورو في الجزيره هي اقوى منهم على نهايه الارك بيكون هو اقوى منهم ايوه شكرا انت اللي معي انت من انصاري ذولي اعواني ما ادري ما معديني ذولي انت منهم عوايني 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 اوكي طب الحاره يوم اني اقول طبعا اللي اولنا فيه يقول ايس هذا الجلو طبعا اللي يقول ايس اقوى من يامتو اقوى من يامتو هذا يعني ودانا بعيد انا الحمد لله كنت مبسوط لاني هايبت بياماتو يكفيها فخرا ان عندها تغليف ملكي وذاك ما عندها حتى ملكي مين ياماتو مين ما عندها ملك اي اسمع عندها حتى ملكي تغليف يا رجال ياماتو يا رجال ما بعرف يطلق حتى ياماتو تغلف اسمع ياماتو صمدت قدام كايدو لوفي زورو ما صمدت قدام كايدو ايش يدل هذا يدل على قوة ياماتو صح ولا يا لا قبل ما نبدا الارك هذا ياماتو يا خلاص يا عمي لو سمحت انا اقول لك يامتو كم تعطيها نسبه 100% من 100 قبل ما يبدا الارك يعني بدايه الارك على ضد منهم مثلا نقول لوفي مثلا 100 كم يامتو قبل ما يبدا الارك مستوى اقل منه اقوى منه 95 اقل منه اقل منه هيبنا بس معترفة وقائلة ما قالت قائلة شنو عاد تسمع سيما يقول ما قالت يعني ايش قالت هيبنا بس معترفة وقائلة قالت ماذا قالت قولا مقولا ماثورا سأعطلك او سأوقفك حتى يعود لوفي هذا استشهاد بايش برافو انزين هذا استشهاد بان فتى نبوه هو اللي بيهزم كايدو حقيقة هذا في هذا في البايبل حقها مكتوب والله مكتوب
وهذا الشيء اللي هي يعني عارف انت عارف ان فكر انه هو اللي بيهزم كان ليش يضحك خل هي بس انت الحين بس انت تتفق معي انا ولا لا انه اول ما دخل مو هذا اللي قاعد اقول انا بديت الان هو في من اول ما دخل اقوى من يمته يكفيك يكفيك انه هو اللي حررها من الاصفاد هذا يكفيك بس طيب اوكي معك حق في النقطة هذه بس لوفي مضبوط واحدة محشر محشر ضربة واحدة ساقط لوفي بينما هي صمدت للنهاية عن ايش تتحدث انت؟ ضربة واحدة ضربة واحدة بداية الآن والمرة الثانية انضرب مرتين طقع راسه وطاح والثالثة سافر للبحر كيف تقارن هذا بياماتو؟ الآن صار قوي جيب ياماتو ومسح ذاكرات خلا ما تتذكر ضربة ابوها خلي يسكها بواحد وخلي نشوف بتطيح ولا ما راح تطيح اذا ما حطت الدرع يا اخي عشان عندها معلومات عن ابوها تقدر تقارنها بلوفي لوفي امريكا السطح وعنده معلومات تفادى الضربة وصمد 25 دقيقة قدام كايدو قاعدة اي هي صمدت اكثر منه لا سلامتك ما ندري الوقت اللي صمدت لحد الحين كان الى الان ما ندري اتحداك تجزم اتحداك تجزم انا اقول لك نعم ممكن اكثر من 15 دقيقه يمكن اكثر من نص ساعه بس ما تقدر تجزم بالوجه لو بدي ياكل كم ياكل في دقيقتين يخلص اي ياكل وين نايم المهم منطقي المهم اي ماما الا انت ذلك اي هي هذه واحد مميز معهم والله كيف يستخدم الريو حتى الريو ما عرف يستخدمه يعني يدخل وان الريو لا لحظة تايم اوت انت قاعد تقول اول ما دخل وانو ولا بداية المعركة قلت لك من اول ما دخل وانو وش اسمه مياموتو تعتبر اقوى من زورو ولوفي قلت لك على نهاية الارك بيكون هم اقوى منها ويكون زورو على الاقل قريب منها الله حق قالها بالحرف واحد صحيح هذا اللي قلت من البدايه والله شبع انا اكثر من والله انجلت انا اكثر من والله يعني لدرجه جابوا ياماتو معي تخيل اهم شيء يزيدون على بعض انا سويت انا اكثر من انا سويت والله هذا ما صديقي صديقي اللي اكل جابوا ياماتو ولا ما يحسون خلهم يتدمرون الحق طلع معنا بالنهايه اللهم لك الحمد هذا فيجا بوند ياكدكم ياكد على كلامكم يقول اقوى من لوفي قبل الارك اضعف من لوفي بعد الارك نعم ما في مشكلة نهاية لوفي بيهزم أقوى مخلوق يعني طبيعي يكون هو فيجا بوند ويعطي تو جيفت سب على قولته يا وحش أسطورة أو خمسة جيفت سب ما أدري والله يلا كم أعطاه؟ عاد نسوي بعدين طولنا في الموضوع يلا هاي شرح صدر يعني وجدان تقول متى نحتفل يا ماجد بس توقع بانتصار لوفي على القذر كايدو جيب لها جيبي لها كيكة ولا ما كنت أكثر شخصية بدعت قرينا هذا السؤال أنا أرهنكم إن ماجد اختار شينوبو لمونسكي تكبير شينوبو لمونسكي انت شعله بخليل اكيد بتتسبب بالحرق هي صحيح عشانك شعله تحرق يعني. صحيح صحيح لا شعله من وراه وفله منورين يا شوائق التعليق حناس يقول فده مني يا ماجد الستاره راح تتسكر قريب جدا خصوصا هيوري قاعد تعزف الحين وشكله بعد ما تقتل اوريتشي راح تعزف وتسكر والله يا جماعه اني شفت واحد تفوق على هيوري في العزف والله في الحلقه بكره اتكلم عنه والله يا جماعة المشكلة أنا أقدر أقول عن نفسي مكتشف مواهب ها ينفع أقول عن نفسي مكتشف مواهب ينفع بنحطك كذا كشاف والله أقسم بالله يعني أنا اكتشف شخصيته وقلت إن هذا أحلى شخصية وكوميدية وكذا نسيز اللي طاف ترى بداية ظهوره بداية ظهوره حبيته وقلت أسطوري رهيب وكذا سبحان الله طيب اللي معرف أتكلم عن كيميتسو نو يابا زينيتسو يلا السؤال اللي بعده طيب خلي معرف يدري عشان يعني ما أحب كيميتسو بعضهم ما شاء الله تناجى اثنان دون ثلاثة وما يعني احنا ثلاثة ضد احنا ثلاثة تناجى ضد قدام ألف يعني في النهاية ما يجوز المهم ثلاثة وما الشقي الأصفر طيب بصراحة يابو إبراهيم كيف مومو يقتل كايدو شخص لم يتعلم الهك الملكي والريو هذا الشيء صعب ولن لا ولم يقدر اللحية البيضاء وروجر شانكس القضاء على كايدو بس ابن اودن يقدر. سؤال عندي سؤال ابن عندي الأسطورة لا بس اقول ابن اودن طبعا ابن الأسطورة سؤال عندي وسؤال موجه ولو سمحتوا خلوها 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 عندي يلا طيب شوف اخراتنا شرحناها الأسبوع اللي طاف بعيدها للمرة الثانية لأن عبد الرحمن بار ما كان موجود يوم بدأ شرح إيه حتى أنا ما كنت موجود لا أنت كنت موجود واحد من أصحابنا أنس الطاهر الله يذكره بخير ذكره أنت تعرف أنس إيه عرفت أنس إيه يقول لا ما أنس كويس. أنس ودع محمد لا أنس الطاهر إيه ودع محمد المهم أنس ودع محمد يقول كمل السالفة شو الفرق يعني؟ ايه ما ادري عنه مستقعد اذا جيت اقول عرفت انس ايه خلاص انس تعرفت انس ايه مودجن صح؟ ايه
هاي دقن لبس نظارة ودقن خليه نظارة كيف لبس نظارة كذا مش معاه ما هو قال لي حطوا صورتك في الباب لا لأنه وجهه ما ينسي دائما يتسم يقول يشجع النصر زورو عندما مسك زورو عندما مسك سيف إنما فعليا إنما ما سحب منه هاكي رايت أوي فعليا هذا اللي قاعد يقول لنا مونسكي ما راح يقدر حتى يسحب يمسك السيف وان السيف بيسحب منه وبيموته والكلام هذا كله خلوا تسالفة انه يموت ما يموت مسك السيف حاول يقص شجرة بتلويحة عادية بسيطة ما كان له نية يضيف ريو ما كان له نية يضيف ملكي ما كان له نية يضيف الله كل هذا القوة كله هذا إجابة على السؤال ايش تبي انت الله يرحم والديك ركز ركز الله يرحم والديك ركز السؤال قاعد ينطرح ركز شنو السؤال شنو اللي شعبه هذا الدليل انك موجود بس بالماضي شلون قلت انا اللي مش موجود استغفر الله العلي العظيم شيء تفضل اعيد السؤال بصراحة يا ابراهيم كيف مومو يقدر يقتل كايدو شخص لم يتعلم لو مومو شخص لم يتعلم على الهك الملكي والريو هذا الشيء صعب والان يقدر ولم يستطع اللحيه البيضاء او روجر وشانكس القضاء على كايدو حلوين حلوين سمعت السؤال واضح مركز واضح يلا السؤال اللي بعد الاجابه قصدي جاوب طيب ما خلاني اكمل ضيع افكاري كلها فاذا زورو بدون نيه وبدون اضافه هكي وبدون اي شيء استطاع اطلاق هذه الكميه من الهكي والريو اللي قصت مش جر قصت الجرف جرف الجبل كامل او السفع كامل ايه ما بالك بمونسكي لما يمسك السيف يا رب يا رب يا رب يا كريم يا رب سيف إنما ويلوح بكل نية قتل وبكل غضب وبكل حقد وبكل كراهية بقلبه تجاه هذا الحقير قايدو شصير بغلط القبع بس ده الموضوع تجي بيصير شو بيصير قاتل كايدو هو سيف إنما اي خلاص انا بحط لك سكين هنا وبخليها تطير وتطعنك الحالة وتقتلك واقول هذه قاتلة سؤال 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 السكين تسحب ريو تسحب طاقة يا عمي هذه مجرد اداة قاعدين نقول حتى عن زورو على حسب سكينتك لا تستعبط يعني هذي بعد اقول حل والله اللي جرح كايدو هو سيف انما مش اودن ينفع اقول هالكلام ترضى ترضاها يلا ارضى بهالكلام انا ارضى بهالكلام الكلام اللي جرح كايدو إنما وأمينها بكري أما أودني خاسي ما يجرح كايدو ترضاها جاوب الحين الريو اللي يطلع مو بيستشعر هو حق أودن ولا لا لا سلامتك يا عمي هو السيف مخزن جزء في 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 وذنكها وذنكها إنما وذنكة أودن الله يكسر قلبك عدي السالفة يلا أظن آخر سؤال خلاص بنقو بنغير الموضوع نورت التويتش يا أبو خليل من قبل نقول متى دخلت التويتش وإحنا ما أدري عنك لا مساعد تمجي أقوى من لوفي قبل أرجع قرين هالتعليق زورو على الأقل قال لوفي إنه يمتلك هاكي ملكي زورو متى قال لوفي إن زورو يمتلك هاكي ملكي ممكن لمح له طبعا ما عندنا مشكلة بهذا زورو متى لوفي قال إن زورو يمتلك هاكي ملكي لوفي قال أتوقع لا ما له لا مو يعني ما قالها ما قالها ما بس واضح يعني من يا مالك متاكد انا كنت اجزم انه ما قالها يعني كاني حسيت في زي كذا في جزيره اليوجن لا ما قالها جزيره الا كاني حسيت لا لا يبي زورو هذه ما اسويها الا بث التيك توك انا ما اسويها الا بث التيك توك لو سمحت عيال زورو اللي قال انتر بيقابل ليفربول مدريد بيقابل باريس كيفكم والله انت ضد صلاح احنا ضد موسى مهزمين خلاص مع ابو مكه احنا مع فخر العرب ابو مكه في القلب مع الملك الفرعوني يسمونه الملك الفرعوني حد لهم يسمونه يعني تحس انك قاعد تلعب بيوبي طلعت حبيبي محمد صلاح والله كل الحب والاحترام يعني انت جاي فرحان بايطاليا حق اطلع لك الملك الفرعوني كرتي وجي واهزمك على طول اه لا والله نجلد وزاره الدفاع يا شباب الحين ما جلد فينيسيوس تجلد بصراحه يا راح يا مدير طيب وقتها بيكون الامور زان ان شاء الله باقي اخر تعليق ونختم خلاص ادخل الكره وش اللي حرق كايدو راح ينفخ على مومنسكي ويرسله من سدح جنب ابوه هذه النقطة اللي انتم مرازين تفهمونها انا قاعد اقول وقت هجوم مونسكي على كايدو كايدو طريح الفراش طريح الارض
غير قادر مستلقيا على ظهره مقدر حتى يحرق قرنه وانا اعتمد ولا حتى شنبه ولا حتى خشمه ما يقدر يحرك شيء كلش خلاص منتهي على الاخر. هذه هانه لاودن ولابن اودن وللساموراي يجي يقتل واحد ميت سلامات خله يجي يتقاتل اثبت نفسه. ايه كلن يغني على ليلى ولد ابوه كلن يغني على ليلى من الحالات عندك ليلى يا ماجد كل يوم نهار كل يوم عندك خمس اليوم شمس يا ماجد. يلا اوكي كذا زين خلصنا وان بيس وار 25 دقيقة حلوة تتسوزاي سدو وسننتقل الان الى مانجا. هلا احس اني ما شفت كينج شايف اذا تدخل معك ايه فيك في عطسة تبي تطلع اسم معين تطلع طيب راح اطلع عطس برا تعال طيب علي خلي العطسة بنقول لكم الحرقة. ستصرح احس انها غبيه يقولون ليش معلق اي والله يعني انتم قلتوا تبون وانا يعني انسان قلبي ضعيف ما يتحمل يعني اخلي اصبر يا فعل الخير لا تحط الوقت اصبر ايه في حرقه بتطلع بعدين مغير مو حرقه هي بس انه يعني موضوع صار في الفيديو راح مو صار في الفيديو ايش صار السؤال اساسا طلع من بعد السيناريو الجديد على فكره اللي هو قال من راح يتوقع يخون كايدو يخون كايدو بكل بساطه انا قلت كوين قبل يقول كينج اللي بالحق قبل اقول مش كينج قبل انا اقول كايد نفسه كايد نفسه عفوا اي يعني سبب الحرقه اللي جابت سيناريو عظيم على فكره بعدين اي عظيم زبده اني انا قلت ممكن كوين ليش قلت انه عالم ويخق على سانجي وكذا يعني السيناريو كان حلو بس يوم قلت عالم قال محمد وش العالم الحقيقة قلت أنا شو اسمه كوين عالم مسوي يد آلية وذيلها آلي وكذا يعني ما قلت ذيل آلي عشو الحمد لله لا ما قلت قلت يد آلية وكذا ومخترع أسلحة وأسلحة مسوي فعالم قال ما قالوا ذا الكلام شلون تقول أنت عالم هذا اللي قاله هم نعال طبعا فعليا احنا في المانجا كنا محللين ذا الشيء الله حق مألهم قبل ما تجي الاحداث اي احنا يوم جابوه بس من قبل في اول لقطه لا يصلح في يده احنا على طول افترضنا انه عالم وحطينا نظريه وتناقشنا على انه عالم فابراهيم بالنسبه له في مخه خلاص يعني المفروض ما دام انه بدا يستخدم السلاح فالمفروض انه خلاص ظهر اوريدي انه عالم محمد مكان يده مسكين مو بحتر والله كريت الاستديو صار حار طلعت بسيناريو جديد ان كايدو يخون نفسه اللي شاف الفيديو يعرف ايش نوع السيناريو يا اخي والله مو بسماج يا اخي سيناريو مدفوع عليه شوف ايش قلت يا شباب قلت انه كايدو والله سيناريو اني جاني الهام وقلتها يا شباب كايدو بسبه الحرقه زين كايدو يتضارب مع لوفي هذا عبد العزيز المنتج موجود يقول اخ والله وانا منتج مقطع ما تضحك يقول هذا عبد العزيز انت الحمد لله شايف المانجا يا رجل ولا الفيتو كانت ساعة و 28 دقيقة بالضبط اللي طلع لكم ساعة و 10 دقائق بفضل الله وفضل عبد العزيز ما يضل وجه ما قصر يعني اتوقع عانة كثير قطع القطات اللي من تحت لتحت الاجابات اللي المفروض ما تطلع الحرقة ذي الوحيدة طبعا اللي ما بحرقة سوالف الضحك الفصلة ما والله نفصل واحنا نصور والله نصور فصلة شباب خصوصا لو اجتمعوا كذا زحمة خذ الضحك يعني احنا موضوع سوي لفتين لفة واحدة خذت ساعة اول مرة في تاريخ الفيديو لفة واحدة ساعة ونص ساعة ونص لفة واحدة تخيل يعني اخر واحد في الفيديو قال والله خيرا جاي الدور مسكين وجدان تقول مارد ذيل بدرو طلع في الحلقة نعم انا قلت لكم بيطلع ذيل انا شايف ذيل شايف ذيله ومتاكد انه حي ما احترق بس لا ترى حرقة بسيطة ما هي قوية يعني هذه اخف من حقة زبير يعني بالنسبة لنا عشاق المانجا اللي كنا نتابعه كل وقت ما بنشوف حرقة أصلا بس عاد يعني للي متابعين الأنمي ما ألومهم لأنه في النهاية احنا كنا نقول إنه هو عالم لأنه هو صنع السم اللي في السجن اسمع من الناس اللي يقول سيناريو حتى أودا ما فكر فيه إنه كايد يخون نفسه كايد يخون نفسه الله عليك الله عليك مثل ما لو في يقتل نفسه احنا تخصص النفس هذا هذا تخصصنا يا اخوي انا ايش زهلني عندي اي شيء في نفس واحد يقتل نفسه واحد من القهر يموت هذا الامور دي عندنا يا شباب شرب حول العالم شرب حول العالم هذا عاد كله منك انا ما والله كلامك المنطقي انت اللي فهمته شو يعني شرب حول العالم كان في فيلم ب 2030 بيجي ان شاء الله مع الرؤيه باذن الله
يعني مو فاهم القطه يروح يسمع حلقه اللي كذا معك كشكول من كلام كشكول. بعيد كلام معك كشكول فريق كشكول من بدون كلام ها كلام من بعيد او شيء كذا بدون كلام بدون كلام من بعيد في شيء من بعيد انا اتذكر يعني بدون كلام من بعيد انا بالزوم من بعيد بالزوم بس إيه بدون كلام شوف اي ليش ما يركب السنيق وكايدو يركب شو المشكلة؟ يخون نفسه صح؟ يقول كل ينزل يسأل عن فصل كينغدوم نزل سبويلر فصل نفسه لسه ما نزل الأسبوع الماضي ما نزل يعني صح؟ إيه الأسبوع اللي طاف ما في فصل إيه وأنا تناقشت في الرديم بس بنفتح عليه فصل إيه أنا أقول زمان ما شفت كينغدوم إيه ما أدري الأسبوع اللي طاف حسبي الله يقول لك إبراهيم أطلق واحد طلع سيناريوهات أحد أسبابي الله يسعدك بس أبيك تحب لي شخصيتهم عشان سيناريوهاتي بس إيه مو سيناريوهاتك تطلع من شخصيتك يعني ولا سيناريوهاتك أحد أخذها بعد ترى انا مسوي صلح توي معك ادخلها اطعنك طيب يا فاعل الخيري اقبل دقيقه 50 الحين كان ون بيس دخلنا كينجدوم كان قدوم كين قدوم تحت قدوم فوق جدوم طيب بسم الله لا نحرق يعني اوسن بدوس ريبوكو انتهى الموضوع ما تناقشنا في بس الاسبوع الماضي الا اظن ما ادري ها لا شلون الا لا ما ادري شلون؟ والله طولنا يمكن في بث كينجدوم. أذكر تناقشنا في النقاش أو في البث ما أدري صراحة. ما تشوفنا الفصل. No idea. إذا مش. لا 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 البث ناقشنا ضغطوني أذكر أنا كنت هناك. صح صح. أنت متحمس ما جربت. كنت تطبل حقي ذكرني بس. ما كنت تطبل كنت تقول حقائق عن ريبوك. إيه كنت تقول إنه هو اكتشف أوسن وإنه أوسن بيقط كانكي يروح لما جينا. يا أخي أنا أتمنى. نحن قلنا سيناريو. إيه وقاعد تقارن. سيناريو إنه حقيقة شفتها. من خلال رؤيتي للمانجا وفهمي لطريقة كتابة هارا. فحسب ما رأيته في وجهي وقدامي إن اللي وضح لي طبعا ماجد قال إن أنا قاعد ربوعة قال إنك فاهم خطة ريبكو خلاص وريبكو في المخبأ وحين وهذا رهان لا ذكر الأسبوع الماضي صار زين قال إن شو اسمه وقلت له أنا إذا خويك هذا اللي اسمه اسم بربوعة طلع وترك القرعة ترعى وراح عشان عنده خطة ثانية يسويها انا بعتذر لك إيه؟ انا قلت بعتذر له واقول انت كنت صح وانا كنت جاهل وكنت اظن ذا بس انا اللي قلت ان اوسن في خلال ربوعه فهم شاد يقول لك ابراهيم استعد بتلقم حقكم اذا لقمت والله لا اعتذر والله لا اعتذر انا ما اهرب من معارك مثل احمد اليماني وغيره بس احمد اليماني هو اكثر واحد يهرب وجاي امس مين غيره مين غيره انت قلتون فيها ما قلت انا لا لا اقصد جلو انت تقصدني انت تقصد جلو يقولون لي على راسه بطحه يتحسس لا يقول غيره حدد انا كنت اقصد جلو بزاملك معهم يا لا تحدد انا شوف انا ما قد اختلفت وياك يعني في موضوع انت هربت منه اتكلم عنك تعال جلو ما كان معنا في البث جلو طبعا جلو كان معك في اللايف في اللايف في البث وتناقش وياك بس انا ما حضرت فيه بس جلو قد هرب مني في مواضيع اخرى يعني ما يعترف فيها بس اكثر واحد يهرب احمد اليماني الله يجزاه خير ولا فاز جاك زي عنتر كذا لا احد يكلمه وذا قدر ايوه ابو خليل ايوه زي كذا واذا انهزم قال شو اسمه ما ادري اللي قال مو لا قال توقعي لا يقول لك توقعي بس انه غير الكاتب شيء زي كذا بس هذا اللي يقول يلا الله يجزاه فاحمد بجدك عاد ف زبده الكلام انه اللي انا قلته ان ريبوكو كان قاعد يفكر زي ما كان قالوا كثير من الشباب وممكن جلو واحد منهم انه قاعد يفكر بس اللي قلت انه اوسن بعد الربوعه بعد ما يفهم بيعرفنا الخطه مثل ما صار مع ريمبا من قبل انه يوم جاي ذا ما هاجم ريمبا ولا ذا لا رجع للحصن حقه فنفس الشيء هنا اشوف انه اوسن نفس الشيء بيسويه ما راح يهاجم المنطقه دي ولا راح يهاجم ويجيك اللي هو قلتها اللي هو كانكي بيجي يقول لك الموضوع عندي انا اقدر اعرف انا اخترق هذه المنطقه اوسن ما راح يقول انا بيقول انك انها غير قابله للاسقاط او مثلا مخاطره كبيره او ممكن نسبه فوز في هذه المعركه تكون 50-50 اوكي ان نسبه الفوز في هذه المعركه 50-50 وهذا شيء ما اقدر انا اخوض غماره يعني ممكن اقدر افوز ممكن ما اقدر افوز فعشان كذا ما راح يهاجم المنطقه ويجي كانكي هو اللي ياخذ زمام الامور لكن لو كان انه شو اسمه اوسن فهم ان هذا فخ مجهزه اللي هو لا
ريبوكو، وقال حق كانكي راح انت هناك وانا بروح من الجهه الثانيه. هنا بقول لك انه فهم خطه ريبوكو 100% ودعس على ريبوكو 100% ودعس على ريبوكو 100%. شوف كم احد منا يعرف شو اللي بيصير. صحيح، هذا كله عند الكاتب. كله انا ادري وشو. قال عنك ان تشن بتوحد يصير نادي اوزن بيجلد ابو ريبوكو كالعاده. الله عليك، بدي اعطيك كف. وكانكي الحبيب راح يشرفنا. بيموت. يشرفنا يموت. ظاهري. ماجد مو موجود. انا حزين يعني. طيب. قول يا ماجد. قول. خليني بقرا سؤال مالك اول. يقول سألت سؤال الاسبوع اللي طاف، هل في احتمال تو يجي من دولة وي؟ لا. انا اقول اي. انا ارفض. في المعركة؟ انا اقول اي، في احتمال كبير. قصدك عشان انتقام حق اوكي؟ اي. مو شرط ان بدايه المعركه، يعني احنا الحين المفروض ان ريبوكو بيقاتل كانكي، صح ولا لا؟ انا لازم اشوف ان معركه ريبوكو كانكي ليست النهايه. ماني متخيل ان الكاتب بيخلي كانكي هو من يهزم ريبوكو. مو شرط ان ريبوكو يهزم كانكي، مع هذا الشيء وارد زي ما قال عبد الرحمن ودعنا، ولكن انا ماني متخيل ان الكاتب يخلي نهايه ريبوكو على يد كانكي. لا حد يسالني ليش. لو سواها بيكون أسطورة، كانكي نفسه بيكون نهارا مجنون وأسطورة أيضا، وبطبل وبفرح وبالي بزعلان. لا حد يظن إني أنا متحامل على كانكي ولا حاقد على كانكي ولا أبدا، ولا أنا مطبل ريبوكو، ولا أنا مطبل ريبوكو، ولا أنا مطبل لريبوكو. بالعكس ماجد، أنت مطبل ريبوكو. ألست أنا مطبلا لريبوكو بكلامي هذا؟ إيه، بس أنا أقوله. لا أنا أقول، أنا ماني متخيل شخصيا عاطفيا، ماني متخيل إن الكاتب يخلي سقوط ريبوكو على يد كانكي. اوكي، شوفها انت، تشوف انه ممكن ريبوكو يسقط على يد كانكي. يعني يقتل يعني انت اذا قلت ان السقوط هذا هي اللي بتخلي تشين تاخذ دورة الشاح، احس انها لا صعبه. اوكي انت صعبه. هل ترى ان سقوط ريبوكو وسقوط دورة الشاح على يد كانكي؟ انا عشان كذا قاعد اقول، ويمكن تكلمت فيه حتى قبل قبل انه ما اتوقع ان ريبوكو عاد ليالقم. هذا وجهه نظري. حلو، عطنا تصويت يا مشربين، اذا احد موجود عطنا تصويت وحطوا للرجال يطلب رابط الدعم، حطوا له. انا ودي اشوف في دعم جديد، هذا اللي هو ABNPay، تقدر تدعم حتى بالشبكه بالابل باي بكل شيء. سؤال تصويت يا مشربين، هل تتوقع ان ريبوكو ينهي، ان كانكي ينهي ريبوكو؟ نعم لا. تصويت تفضل. ماجد يا سعد، اريغاتو اريغاتو يا سولو، انتم السعادة والله. انا ودي اشوف الخريطه وين بتكون المعركة. اوكي، هذه نقطه. ساعه واحد ما قلت يقول ماجد ما بدك تشرح على الخريطه الا والله. انا ودي اجيب سبوره يا اخي. لا انا هنا اقدر اشرح، هنا احط شاشه ما دام ما معنا احد، احطها زي الشاشه واقدر اشرح عليها. بس الحقوق، فأنا أحتاج صورة للصين من الخرائط. قلت شرحت الخرائط. ما يكون عليها حقوق لأنه مقصوصة فيها حوارات، أو صورة ما عليها حوارات. جيبوا لي قصوا الخريطة صورة ما عليها حوارات يا مشرفين، ارسلوا لي إياها بالشات. ليش ما تجيب السبورة؟ ترى مدرس جغرافيا انتقلت. والله العظيم وين السبورة أخوي صدق؟ من جن قال أنا ما أدري نبي. في صدق ما أعرف مكانها، بس هنا ما أدري. خبر رأسك يا ماي. شوف كنا، لا هذه وين يا اخوي الصبور؟ اجيبها لك تبيها، بس عندك اقلام لها. لا هذا الكلام خلاص، خلنا بعدين. طيب، هل تتوقع ينهي كانكي ريبوكو؟ 30% نعم، 70% لا. كفو على التوقعات يا مشرفين يا مدراء يا قصدي جمهورنا الغالي. فالحين سؤال، هل تتوقع؟ الحين لازم اجيب لك الصبوره. راح لا تحصل تسوي خير، لان وش الفائده من التشين انه سوى التحالف مع وي؟ تبعد وي من الهجوم على تشين في حال انها تبي تهجم على تشاو. يقول لك اصلا عبر التاريخ في كل مره مثلا دوله تشين تبي تهجم على دوله ثانيه عشان تاخذها وتبدا رحله التوحيد، فتتخلق دوله تشو ودوله تشاو ودوله وي، فهذا شيء يصعب المهمه عليهم. فايش سوت دوله تشين؟ اول خطوه عشان انا اقدر اهزم تشاو وانا مرتاح، اسوي حلف مع وي. مو بس حلف، الحلف فيه لمدة 3 سنوات، صح؟ مو بس 3 سنوات، بس الحلف فيه 3 ضربات عبقرية جدا جدا جدا. يعني الأول زي ما قلت أنت، إني أنا أقدر أسحب قواتي اللي على حدود وي، أحط بس عدد قليل والباقي أرسله للتشو تشاو عفوا تشاو. إيه، الشغلتين الأهم
ان اعطت امل لدولة وي بانها تحتل دولة هان. فهذا الامل هو اللي اقنع جوهيمي بانه فعلا يهجم. بس اعطاء قلعة جوكو ايضا لدولة وي، القلعة الكبيرة هذه اللي كان فيها مانيو جعلت وي تتصادم مع تشو. فانا حين تطمنت ان تشو ما راح تهجم علي، تشو كل تركيزه وكل اهتمامها ان استرجع هذه القلعة من وي، وي كل اهتمامها اني احافظ على القلعة دي ما خليت اسقط تشو وهاجم على هان. فلا دولة وي تهجم علي، ولا دولة هان تهجم علي، ولا دولة تشو تهجم علي، مرتاح. ويان ورا تشو ما تقدر تهجم علي، تشي اوريدي متحالفة معي، وانا ما متفرغ بكامل قواتي وتركيزي وجنرالاتي على تشاو اللي جلد تشاو. اول ما اخذ تشاو بيصير مساحة تشن كبيرة جدا 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 جدا. معلومة تاريخية، يعني انا اذكر سويت حلقات لكينجدوم عن اللوردات الاربعة وعن تنانين، مو تنانين قصلي، عظماء تشين شيباشو كيو اوكي اوكاتسو. من المعلومات اللي ذكرتها ان دولة تشين يعني في اكثر من مرة الظهر ذكروها في المانجا، في اكثر من مرة كانت توصل الى حدود تشاو، وكانوا أصلاً راح يسقطون تشاو يعني يوصلون إلى القلعة كانتان، تمام؟ في ذيك المرة إيش سوى الملك؟ سحب قائد الحملة اللي هو مين؟ هوكن. أوكي، إيش اسمه ذاك المجنون؟ القائد الحملة اللي قتل 400,000 وصلوا بعد ما قتلوا بعد ما قتلوا يتذكر بعد ما قتلوا 400,000 كملوا لين تقريباً عاصمة تشاو كانتان، وكانوا يقدرون هاكوكي كانوا يقدرون يهزمونه. شكرا يا أوسن. ولكن الملك سحبه، بعد ما سحبه صارت المهمة صعبة بالنسبة لهم كقائد مش موجود في الحملة في نفس الوقت. أزالة طالب الحش في كانكي ما مدانا في نفس الوقت. أنا سمعت أخوك حش فيه. اللوردات الأربعة المعروفين في الصين اللي هي شينشونكين واحد منهم، في لوردات في أحد لوردات موجود ظهر في وي وهان شيء زي كذا، هذول يحركوا جيوشهم زين عشان يساعدون دولة تشاو ويخلون دولة تشين يصعب انهم انها تاخذ الدولة هذه. فالان دولة تشاو احد اللوردات اللي هو شون شينكن مش موجود، ميت قتلوه اللي هو رئيس الوزراء، هو يعتبر لورد. وفي نفس الوقت الدول الثانية انشغلت، مو في بالها ولا عندها الجيش انها تساعد تشاو مثل الاول، لا ملك تمام ولا قادة تمام، وحنا مشغولين ومضغوطين من الدول الثانية انها تحاربنا. فالان المهمة صعبة لان دولة تشو وحيدة ما مع احد. ولاحظ ان ملك دولة تشين مع خطة التوحيد والبداية هي تشو، يعني معطي جيشه الموارد والقوة ولازال يدعمهم، عكس اول الملك كان يرسل قادته الى اماكن مختلفة. قاد واحد من الجنرالات ستة في تشو، واحد بتشو والثاني في حدود، خلينا نتوسع بطريقة عشوائية يعني. لأن معطيهم فرصة الكل اللي راحب يقول ويلكم يا رشود يا أسطورة راشد يا مدافع الحامي يا مدري إيش، كل كلمة قالوها عنك. فسؤال لك يا مدافع الحامي الأول والأعظم، جاوبني السؤال. سوينا التصويت وللأسف خسر خويك، بس أنت لازم لك رأيك. التصويت ترى ما شفناه. سوينا التصويت، هل تتوقع نهاية ما تهز، هل تتوقع أن نهاية ريبوكو سقوط على يد كانكي؟ اي ليش لا؟ شو العيب فيها؟ اوكي 70% من الجمهور ضدك يقولون لا حقهم. اي ابسط حقوقهم جدا. بس بس دام انك صبيت صب لي معك. اتفق انا يعني لو بقول لك اختار شخص تكون نهايه اوكي على يدك تختار مين؟ التو اوكي لا ايه. اوكي اوكي لا مين تبي يموت على يده؟ ريمبا مثلا. ريمبا ما بتختار ريبوكو ذاك الوقت؟ لا ريبوكو يستطيع انها ما اقول لك ما يستطيع احيانا، بس فعليا احيانا احنا نشوف الشخص نقول لا هذا بس ترى فعليا ما اعتبر ريبوكو هو من انهى اوكي، لكن هو انتصف المعركه فهو اللي اسقط اوكي. بس في النهايه اجي اقول ريبوكو وهوكن والسهام هم من هزموا اوكي، ما اجي اقول ريبوكو الحال هزم اوكي. الحين حرب الائتلاف، هل شو هيك تفوق على الدول الباقي بالخطة؟ مو الحالة، وأساساً الخطة كان معاه، بس هو اللي حط الخطة ثبتها لأنه هو القائد الأعلى. بالنهاية الرأي الأخير يعود لمن هو صاحب الفضل الأكبر. فكرة الائتلاف الفضل الأكبر تصير لريبوكو،
والنغمة ايضا على ريبوكو لانه هو اللي فشل. بس المقصد في النهايه اللي انا بوصله في النهايه مو انه مو عيب ان ريبوكو يسقط كانكي. يعني على مثلا لو قلت لي والله كانكي بيكون مع شين وبيكون مع اوسن وبيكون مع تو بس هو القائد الاعلى، ما اشوف فيه اي غلط ان كانكي يهزم ريبوكو. انا بعلمك فهم ليش قصدي لما ايه بس بعلمك ليش يعني اشوف ما في مشكله اسقطها. اول نقطه تو ملك كان بقتله وخلاه هذا اول. لو ريبوكو انهى كانكي عيب على ملك تشين ما قتل كانكي. لا ما بعيب لا انا انا لا انا ارد على الاشخاص اللي معارضين الفكره. انا 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 واحد منهم زين زين عشان نناقش بعض. اوكي مو مشكله يعني اطرح فكرتك وانا عادي وانا بناقش. شوف هذه هذه مو عيب. اي الجزئيه هذه اللي انت كاتبها انت تشوفها عيب. في ناس يشوفونها عيب. لا ما في عيب. لا في ناس يشوفونها عيب على اي اساس؟ يعني انا عيب. انا اقول لو الملك ذبح كانكي احسن من ريبوكي ذبحه. اذا الملك ذبح كانكي راح تنقص قوته صح ولا صح؟ لكن انا اشوف ان اشرف لكانكي. لا اشرف ل انا هذا هذا انا اتكلم لك على اللي يحبون نعم. كانكي بيقول هالكلام. اوكي خلنا ممكن انت تتفق معاهم وكنت تعترض معاهم شيء طبيعي. اي بس انا بس انا اوصل لك الفكره كامله. كمل معه. طيب انا اشوف ان لو ان ذبح الملك اسرف انه يروح يموت هنا. ثاني نقطه ان ريبوكو ذكر انه يعرف نقطه ضعفه ريبوكو. ايه وريبوكو مليون مرة يرجع مليون خلاص زهقنا احنا. ايه ماله اذا ما تذبحه هنا وتخليه ينتصر ويرجع كانتا ينهزم ما منها فايدة. طيب مو شرط ينتصر ممكن انه يقتل كانكي. ليش يقتل كانكي؟ ليش ما يقتل كانكي؟ زي عادي ليش لازم يقتل كانكي؟ احنا نربطه دائما صعب نربط كل شيء انه ينقتل احد. لا مو صعب لان التلميح لو قتل كانكي ملك كلام الملك صار انه فقد قوه شلون بيعوضه؟ اوكي بصعود شين. لا 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 كان كان قتله هناك وصعد شين. لا 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 انا الحين فقد قوه صح بس انتصرت في المعركه حق على تشاو فقد جنرال بس اسقط دوله فاهم كيف؟ طيب كيف بتعوض هالجنرال؟ خلاص انا عندي بعد ما اسقط كيف اوريدي ما خلصت كيف عوض او كيف عوض الدوله هو الان ما بعد يخلص المعركه. لا هو يقول لك ما بعد تاخذ قابل السقوط تاخذ كانتا هذا اللي بيوصل. لا انا قلت لك مو شرط يموت شو اسمه مو شرط يعني يموت ريبوكو يموت كانكي ويرجع اللي هو كانتا ريبوكو. لا انا قاعد اقول لك مثلا اذا في كانتا ومات كانكي ما عندي مشكله في كانتا مو في جيان. اي جيان لا بتصير معركه في جيان. اوكي جيان فهمت الفكره انا اقصدها. ما ابي ينتصر في جيان ولما يرد او مثلا ينهزم ويتراجع. لا 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 انا معك يخاسي يقتل كانكي وفقيان. ايه انا اتكلم عن هنا ما اتكلم عن كانتا الحين. لا ما اتكلم عن كانتا اعطيك خطوات راشد خلينا نروح على قيان راشد عشان قاعد يقول ذا الكلام بناء على نظريه انطرحت الاسبوع اللي طاف انه وهم يتقتلون يفوز فعلا ريبوكو على كانكي بس على ما يلتفت ريبوكو على العصب يشوف اوسن اوريدي اوسن خذها. انا باجي العب الخريطه عن ارسل لي الله يجزاه خير بين ميكر وخلاص. ايش قلت لكم الحين؟ قلت لكم خل نبسط المتابع. المعركة هذه معركة اسقاط دولة معركة اسقاط كنتن ولا معركة قيام فقط؟ لا الحرب ككل الان اسقاط خلاص هي اسقاط بس الحين في احتمال تكون في معركة اولية مسبقية لاسقاط كنتن لاسقاط قيام اول او هجوم على قيام اول. اوكي هل ريبوكو يستطيع الصمود في معركة قيام والصمود في معركة كنتن؟ انا اشوف صعب انا اشوف صعب جيش. يعني. إيه؟ ريبوكو الآن اختار قيان لأنه يبغى ينفي جيش تشين عشان ما عاد يصير لهم رجعة ويصعب عليهم الرجعة. هذا بشرحها بشرحها ما شغلها على الخريطة بشرحها روح كمل كمل. إيه فأنا أشوف أن المعركة هذه هي بتكون معركة نهائية. جيو كانت أكثر من 100 فصل تهيئة للمعركة هذه. الآن وصلنا إلى حدود كانتا. أنت تهزم ريبوكو في قيان فانت اسقط كانتن لان ما في جيش في كانتن كل الجيش طالع عشان يحارب. فاذا صارت معركه حصار في النهايه انت اللي تخسر فلذلك الكل راح يطلع يحارب. شوف كانتي ممكن يموت في كانتن لكن انفال انفال خمسة شو تقول والله لو الرينشوجو يطلع من قبر ويجي شينيغامي هوك يقتلهم ريبوكو يهزم كانكي بيقولون ها عليه هانديكاب على ريبوكو هانديكاب جمهور ريبوكو تم القصف انا مالي دعوه. اوكي كمل كمل. انا بقول لك لو صارت الحين معركه الاخيره الحين افترض وصلنا كانتن وصلنا الحين صارت معركه فيها حلو
عطني سيناريو ينتهي فيها، عطني نتيجة المعركة. مثلا كمثال زين، وهذا انا ما احب ايش يصير. مثلا لا، ابي سيناريو اللي انت بيصير. لا انت شنو تبي يصير؟ انا اللي ابي يصير الحين نهاية معركة دي كانت. انا وجهة نظر اللي ابي يصير، كان ما حد من ربعنا يموتون. حلو. ريبوكو يهزم ويقتل شين ودوت شو تنتهي. بس اللي بيصير، لا انت تشوف ان هذا اللي انت بيصير. اي بس انا متفق معك. ايه؟ انا ابي في كانتن يموت ريبوكو. حلو. تنتهي دولة تشاو، تنضم تحت راية تشين. حلو. موت كانكي هذا انا هنا ما يهمني. ايوه انا هنا ما يهمني. مات كانكي، عاش كانكي، انا يهمني. اهم ثلاث نقاط عندي بمعركة. ايوه موت ريبوكو، هزيمته عن طريق شين. حلو. عرفت؟ سقوط دولة تشاو، قتل على يد شين، سقوط دولة تشاو، ثلاثة انضمام دولة تشاو تحت راية تشين. هذا ثلاث نقاط، اهم ثلاث نقاط. طيب بالنسبة للمعركة احنا متفقين زين. اذا اتفقنا كانكي موته وحياته في هذه المعركة مرهونة على السيناريو بيحطها هارا. طيب الحين انا هارا كيف يبي يرفع الرتم؟ بناقشك الحين على الجزئية. الحين انا وياك متفقين هذه، متى نناقش؟ نناقش اذا احنا والله جابه اخوي. والله اسطوره يا اخي. في الدروج يمكن اللي هنا يا على المهم، ترى جاب الخريطه يعني مقصوصه، فما تحتاج لي. شوف يمكن تحصل. شوف يمكن في الدروج. شوف الدرج ده صدقني. لا لان كل ما صار بالسوبر بيكون افضل على سالفه الحقوق من كمل. انا اقول يا راشد، انا وانت عم متفقين ان نبي هذا الشيء يصير، لكن لو على فرضيه ان في شخص لازم يموت على طول، راح نحط مين على طول؟ كانكي هو في صح. لان تلميحات عليه كثير. فلما تقول ايش بيصير في كانكي، بكل بساطه ريبوكو يعرف سر كانكي، والكاتب تعمد يحط كانكي في فوهة المدفع في المعركه هذه. الله يا جلو اسطوره والله. الله جل اسطوره. شنو؟ ايوه حط القلامه كلها في ترن واحد. كان اغراض السبوره. هاي الرومي، الله يا الرومي، بدينك الرومي، ديك رومي. والله حصلت رياضيات منضاف، ما هو مفري. كان اغراض السبوره. والله يعني جينا نشيل الاغراض من الاستديو. كان يعني شوف قبل يطلع هنا كان كويس، بس طلع صار سيء. ابا عليه رهيب حيوان صدق. خلاص ماجد جاب لك السبوره، جاب لك الاقلام. نعرضها لو ثانية. لا تعرضي متوهقنا. صحيح. جب. لا عرضها. ما اتوقع فريم في شيء. ما يصير الا في شيء. والله لا توهقنا. خلنا بعاد احسن. يقول لك خليك بعيد حبك يزيد. ارسل طيب. اسمع هذه المقولة. ارسل لي. يلا بجيب اللي هناك وبرسلها هنا. جيب يا اخوي جيب خلنا نرسل. وش بن؟ كلهم. جيب. ايش كنت انا اقول؟ لو جوال. على النقاط الأخيرة. لا تقطع رجاء. اي راح انت راح تكمل. اي فعشان يصير في نقاش لازم يكون في اعتراف. فانا بكون الحين ضدك في النقطة هذه، اللي هو انا اقول ان كانكي راح يموت. انت تقول ما يهمني. لا هو يهم ان في شخص راح يموت، يعني العمل ما يصير حلو اذا كل في كل. انا قلت لك ما يهمني اذا حقق الثلاث شروط هذه. طيب الشروط الحين نتناقش على كانكي. انا ما ابغى يموت. اي انت ما تبغى يموت. انا ما ابغى يموت، بس على فرضية انه بيموت اكيد في اسباب طبيعي. الكاتب لمح لها الان في المعركة هذه، الكاتب لمح ان كانكي هو اللي يروح، هو اللي راح يكون قائد الحملة، او اللي يكون في وجه ريبوكو على طول. زين ريبوكو هل يستطيع هزيمة كانكي؟ انا اشوف حاليا لا. ليش لا؟ انا علمك حاليا احنا شفنا التطور صار في كانكي في لحظة انه كان مستحيل ينتصر على كوشو، او كوشو اسمه كوتشو. كان مستحيل ينتصر عليه كوشو. إيه شفنا بلمحة إنه سوى شيء ما كان متوقع حتى من أذكى شخص إحنا نشوفه. حلو. اللي هو أوسن. إيه استوعب الفكرة متأخر، وحتى لما عرفه شنو قال؟ وش قال؟ قال لو أنا ما راح أسويها. طيب. لأن خطة مجنونة. برافو. ها؟ أنا لما شفت هذا المنطق قلت كانكي بهذا المستوى من الذكاء. ما أقول لك إن أذكى واحد. بس. لكن عنده خبث. استوعب عالي. إيه هذا ثعلب. برافو. برافو. فهم قطتك وصلت. ثلاثة. هذا ثعلب عرفت؟ ايه. إن شون الثعلب يخدعك شان نفسه ميت قدامك. أنت بتصدق إنه مات. تروح. هذا اللي صار في الجنرال الأعلى أو حامي. كوتشو. إيه كوتشو وصدقه وبالأخير قتله. صح. صح ولا لا؟ هذا اللي صار. صح هذا اللي. تيجي حق ريبوكو، ريبوكو قال من البداية أنا أعرف نقطة ضعف. كانكي. إحنا شفنا الملك وقال له، قال له أنت في يأس. صحيح. فممكن. ممكن هذه النقطة اللي يبي يستغلها
شو اسمه ريبوكو اللي هو يأس كانكي. هل هذا الشيء حاليا بيفيد مع ريبوكو؟ لا عقب الحوار او الصراع إيه قاعد افترض لك احيانا انت افترضت على الصراع إيه على الصراع الحواري صار بينه وبين الملك اللي حتى الملك كنت اقول ذاك الوقت انه غير في كانكي في كثير كانوا يعارضون هذا الكلام صحيح وقلت بتشوفون تغييره قدام طيب. انا اشوف حاليا تغيير عقب كلام الكاتب انه كانوا في معركه حاطوا حياتهم على المحاك اشوف الكاتب يطلع تغييره هنا طيب انا بقول لك شيء اول شيء انت قلت في البدايه ان كانكي تطور انا مش معك ابدا كانكي هو هذا مستوى ما تطور الشيء اللي تغير ان احنا شفنا ارك كامل عن كانكي بس كانكي هذا مستواه كانكي زي الثعلب من اول كانكي يفكر قبل ما يتخذ قراره كانكي يخلي الكل يتضارب ثم يجي في النهايه هذا القاده ليش اللي في النص لا لا هذول القلاع لا لا اقصد العوالم الجيوش الجيوش اي كويح قاعد يروح كويح عموما فكان من البداية كان بهذه الطريقة ما تطور زين واللي لاحظه ريبوكو باعتقادي مش نيأس ما يأس اليأس ما اليأس هذا لازم كانكي قابل ريبوكو عشان يفهم لكن اللي لاحظ ريبوكو ان كانكي يدخل بالجيش كامل ما يقعد بدون شيء هذا نقطة ضعف اللي شافها ريبوكو وهذا اللي حللنا ريبوكو أنا أتوقع إذا هذا نقطة ضعف اللي شافها ريبوكو مع احترامي غبي لا مو غبي لا إذا نقطة ضعف إنه يهجم جيشه كامل ها شافها كوتش وما قال نفس الشيء لا مو بشكل عشوائي شيء شيء تافه قاعدين نقول صباح الله خير على نفسك أنت ما تفهم شفته ورا شفته هناك في الأخير وآخر شيء ورا هناك بعيدة شفته هناك اللي هناك جيان هذا السور هذا السور ريبوكو العظيم أنا داري إنه في ناس زيك مو فاهم الخريطة عشان كذا رسمناها يلا بسم الله آخر جوالي هل علة شوف ادخل على ذا طيب. وقلب الكاميرا شاك أسوي زوم أوه إيه لأن شو اسمه سويها في السبارك شو أسوي في السبارك وديك تسوي في السبارك وتقلب الكاميرا أقلب مو مشكلة الأسماء مقلوبة أوكي أوكي دي سهلة سهلة دي عادي أقدر إحنا نصير مقلوبين بعد الناس بس بيلحسون شوي بس ترى ما تحركنا من مكاننا بس الكاميرا تحركت أوكي لا تستوي سوينا تشامبر وين هنا لا ميرو ميروس ترى اسوي زوم ما طلعت الاسماء شنو اختار لا اصبر ما بعد تحدث اصبر نزلت انت هنا اصبر ما بعد يجي ما بعد سو فوكس شنو نزلت هنا لازم تتغير هناك شيء لا فوق ترى اشوف ترى تغيرت يا جماعه شيء نزلت هنا يقول لا ما هو تغيرت يا جماعه شيء كانت عدل كان عدل يا اخي شيك انت الله هذيك والله بيلك قرايه مجانين الحين شيل شيل الاطار لان الاطار قاعد يطلع ويغطي طيب اسوي زوم على الشاشه لا لا ما يحتاج ما يحتاج احسن ترى اوكي عشان الناس تشوف عشان الناس تشوف يلا رجع مكان صوتك انا خلنا المهم الناس مو بحنا اعطى زوم بشيل الاطار لا 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 تشيله انا اسوي زوم خلاص اسوي زوم خلاص وقتها اسوي زوم على الشاشه على السبوره بس عادي قدم خلوا خلي اثنين طالعين عادي عليك اضبطك خال ماجد اصبر اشوف هنا يا اخي في ال 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 ما بعد أخلص فيك زوامو أيوة بس كده أوكي الله إني مبدع بالرسم ماشي اللي طار يا شباب عادي ضبط بدون لا 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 ماشي اللي طار حلو واضح يجي زوم أكثر من كده إبراهيم يجي زوم أكثر عطنا زوم زيادة بعد ونزل زيادة شوي طيب هذا يا أستاذ مايك حلوين حلوين طيبين بنحبكم الله هذا شلون برسم خلي عندك يا بمسك اوه لا اذا صارت عندك خلي كذا بس كذا في النص بس ليه عشان اقدر ارسم عليها انا ابي ارسم عادي خليني امسك لك اياها اي لا لا كذا زين عشان اريد ازوم عليها واخر انا اظن يدي اللي غطت الله يقلع راسك طيب هنا يونتانوا الجميلة والحبيبة هنا اوسن لا تنسون اوكي حلو وهيك نعمرنا وسلمنا وهنا كانكي ريبوكو كان موجود في العاصمة كانتن قال احتاج 10 ايام عشان يروح كانت جيان يشوفها راح وبيرجع مره ثانيه وين يرجع سور عندنا هنا بوجو عندنا هنا هيو القلعتين لا احد ينسى هؤلاء القلعتين المهمتين وين اوسن تربى ايوه وين اوسن تربى هذا احلى شيء اهم شيء وين اوسن تربى ربعنا كانوا يهجمون على القلعتين ديلي هيو وبوجو اساسا الحرب الاوليه اللي صارت اللي مات فيها كوشو شو اسمه كوشو مو هنا عند هيو لا تحت 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 في هضبة تحت تحت عن يمين اي يعني ما بيرسم على رجلي بس هنا فعليا عنده فعليا هي هنا
قاتل بالهضبة بعدين اخترقوا من الهضبة وجو، لأن قبل يصل عند القاعدين دي كان في خط مو زي هذا سور، كان عبارة عن خط كبير جدا هنا موجود، كبير جدا 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 من الجنود عشان يمنعون كانكي أو أوسم من الاقتراب من السور اللي هم قاعدين يبنونه هذا. خلني أحاول أخلي السور بلون مميز آخر عشان يبين هذا السور، ترى يا جماعة حلوين هذا السور اللي أنا قاعد أرسم حاليا، هذا هو السور، هذا هو السور حق ريبوكو، سور ريبوكو العظيم على قولت أوسن. وسط المعركة وسط القتال اللي قاعد يصير هنا وهنا، شق روحه مع فرقة بسيطة ولف وجاء لين هنا، شاف السور دق الربوعة هنا قال أعطوني الخريطة، قال تبي خريطة كانتن المكان ذا، قال لا أبي الخريطة كاملة يعني يبي هذا كله 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 كله. للتذكير الجانب هذا فعليا كله كله تبع تشن حاليا، خلاص كله تبع تشن المنطقة ولا؟ نعم، بس يمدي يلف، يمدي أوسن يعني أي حد يمدي يجي من وراء السور ويلف من هنا أو يلف من هنا يمدي. ولكن في جيوش زي ما انت شايف الكاتب في الصورة اوريدي كان راسم لك جيوش 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 هنا 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 هنا، فلو انت عديت السور عشان تجي بيلحقونك الجيوش ذيل وبيحاولون يقفطونك بأي طريقة إن كان. أنا قاعد نقول إن خطة أوسن يا أما يلف من هنا ويجي يضرب قيان، يا أما يلف من هنا يضرب كانتن ويضرب قيان، أو يدخل كانتن أو مثلا كانكي يجي من هنا ويضرب قيان، أوسن يخترق السور ويدخل يضرب كانتن. الهدف هو ذا المين جول كانتن، بس الحين الوصول لكانتن من هنا صار صعب إيه. بسبب السور لازم يجي من هنا، من وين يعني يجي كذا ويدخل كذا على طول. هذا ايش قاعدين نقول لك، انت في النهايه عشان تقدر توصل للقلعه لازم يصير عندك موطئ قدم قلعة. كان المفروض على العاصمه، عفوا للعاصمه كانوا ياخذون القلعه ويدخلون منها بس اكزاكتلي كان الهدف هيو وبوجو ان تصير مواطئ قدم، موطئ قدم لنا للانطلاق على كانتن وخلاص يعني عندنا يوان هذه انتم شغال عليها لو اخذتها هي بتكون اقرب شيء للكانتن طبعا، بس حتى هم قاعدين لو تشوف الرسمه حاطين لك قوات كثيره جنبه، قوات كثيره من يعني محصنها ريبوكو وضحى بالقلعتين اللي قدام. ايه فالحين هو أوسن عرف انه لو خد ذي انا اقدر اسوي كاونتر اتاك هجوم مباشر على كانتن، وما يمديك انت تروح تبني لي سور، انها تحتاج 3 سنوات 4 سنوات عشان تبني السور الجديد، فيمديني انا ادخل عليك دايركت لو اخذت القلعه ذي الحين وانت مستغل الدافع من الجهه يبي حاصره يسوي لك كماشه 360. اتوقع كذا كافي ولا كافي وار كافي وار يلا يعني اتوقع الكل فهم الخريطه، اللي ما فهم يسوي اعاده للي كان اعاده اللقطه وشرح وان شاء الله الاعاده فيها ايه زمان الصبر وانت خبر استخدمته وين مبطي يا رجل مبطي مبطي مبطي. شكرا يا اخي شكرا فائدتها جلو عظيم. شكرا بي ميكر ارسال الخرائط، مع ان احنا ما استخدمناها بس استغليته في رسم الخريطه يعني كنت يا دكتور ما فهمنا انا يعني ابداعي في الرسم ظهر كله بفضل الله من فضل اني قاعد انسخ خريطه، حسيت كاني شهيكن كاني موكي اخذه استاذ حسيت انك اوسم بربوعه واحده اسمت خريطه استغفر الله يلا مالي اهم شيء خريطه الله سمحت حطيناها يعطيك العافيه ما قصرت حطها دحوم الردي هلا هلا ايه موجود ال نرجع مره ثانيه خلاص خلاص السبوره ايه السبوره موجوده ليش وين احتقلام هذا مين جراب هذا ممكن نطلبهم هذا جراب جراب تبي جلو يجلطنا نستغل غياب جلو هذا الفكره خلهم يلا هنا خلاص اوكي خلاص يا شباب صار المعلومه يقول الاختبار ان شاء الله يوم الخميس القادم بيكون في تويتش اللي حاب ولا شيء يقول لك المد الاول كم شابتر يعني بيكون اخر فصلين ان شاء الله بس في كويز في كويز مفاجئ بكره مو مفاجئ كيف يصير مفاجئ بكره في وجبات شيء والله راجعوا الخريطه راجعوا كل واحد يجيب معاه هندسه اللي بيجي ما يدخل اختبار الحاسبه ممنوع لا والله شكرا بيضا شكرا شكرا انا كان عندي التباس بعض الحاجات يقول لك الملخص بينشر في التويتر كنا صار دوامة يعني كذا لا هذا رسماتي خرابيط عاد مالك منه تبي الرسمة الأولية كانت حلوة انت شوف معك ان انت الواحد اهم شيء يوصل يعني. طيب في عندكم اي سؤال استفسار قبل كذا قبل ما نختم عشان بروح سولو
لا اعتقد خلاص انا غطيت كل شيء. قرينا كلها شيء جديد الحين. عزيزك بيكاسو العامر احرقت توي جولد دي روجر كذا تحرجني. يبغى لها ربوع يا ماجد قدام الصبور انا اشهد فرشه من الارض. المهم قرر تحليل واحد وشكله صحيح وهو ان هدف السور هو انه ما يخلي المعركه في العاصمه فيجبرهم يروحون ورا السور وبيكون في جيان وخصوصا انها بارده فالخيول ما تتحمل وهذا الشيء ما بيسويه أوسن وكانكي لأنه متهور فبيروح وهذه نقطة ضعفة لأن شفناه في تل إي كيو الهضاب والغابات وعلى أثرها بيلقم وبيتحقق توقع بخليل. والله شوف هذه الظروف أنا أشوف الأنسب لها يتهنوا صحيح. ممكن ليش واحد يا ماجد ليش كلكم دوبة إلا واحد يا أبوي إحنا عشان نعيش في الشتاء هذا ما يعيش يده باردة مسكين صح ولا غير بس يده حقيقي لا بس مو باردة دافي دافي أيه. شارب شارب لا تتوقع من الأبكم أوسن شيء لكن النصر للملك كانكي أمه أمه هو صدق مزهرية بس مو أبكم لو سمحت يتكلم يا مقابل ريمكو ساعد المعركة قام يرطن 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 يهزن تابع لي يا جماعة حبيت أسألكم أحفظ الأسماء ولا لأني الحين في فصل 16 ترجمة تقصر كل شخصية الاسمين تعذبت ما انت محتاج تحفظها الان يا خالد مع الوقت راح تحفظها لا تخاف ترى في البداية ما كنت تحفظ اسم ولا شخصية وجايب ام العيد في الاسماء بس بعدين خلاص ابراهيم ممكن بعد يجي تو من تشي يعتبر كذا جيته من الخلف برضو هذا الشيء واحد أعد هدف السور قرينا خلاص كذا خلصنا كل التعليقات يعطيكم العافية يا فاعل الخير اقبل الساعة 25 دقيقة خلصنا مانجا كينجدوم وننتقل الآن إلى مانغا أو مانوا سولو ليفلينج واللي فعليا نازل فيها فصل ناري في طاري شراري والله هذا أغرب فصل قريته ما فهمت منه ولا شيء لكن أنا بقول لك رأيك لكن يقول لك مانز على الصبورة لا يهزم أبدا راهن على رحلك على الصبورة بعدك هذا مخطط وحزر قلتها والله حزين ما فهمت منه ولا شيء حزين غريب لأنه كان 90% قتال ما في حوارات واجد يبا هو أحلى شيء كان القتال مو القتالات حسيت أن حسيت مخي والله دخلت تابع الله في الأكشن حقي شاء الله تابعت معاكم اللايف في يد انقطعت انتبهت لها اي انتبهت اليد حقك وفي ايه. جناح انقطع ما عجبك اي انتبهت هذا شانكس وهو مقطوع جناح ايه. بس السؤال هم جابوه لابس الدرع هو انقطعت ولابس الدرع اي هذا اللي انقطع يد الدرع اللي انقطع يد الدرع مو يد الفعلي اي هذا هذا جناح التني هو ما عنده اي بس في كم مشهد اللي بيجي شيء ما فهمت نشرح لك احنا حاضرين عشان والله الاكشن كان اسطوري جدا الاكشن حلو بس اقول لك وصلت مرحله احس ايش اللي قاعد يصير تحتاج تصغر حجم الصوره هذا الامكان قاعد اتابع معاكم اتابع الجوال فاصل وانتم تقرون اوكي فقاعد اشوف معاكم واشوف الجوال مو جد يشرح صغر الصوره راح تصير الاحداث حلوه واضحه سريعة الأحداث سريعة لا بس مشكلته كانت إنه مو قادر يفهم الصور صح هذا مشكلته مو مستوعب اللي صار من قوته أي مش مستوعب اللي صار حس مش فاهم مو مستوعب اللي صار ملك التنانين درس أنا ذر ملك بس يعني صراحة ملك دلال معليش وأن خاتمة King of the Shadow he is شق King of الله والله ما مات إن في واحد ناوي له أنا شوف والله انا قلت لك طبعا إيه انا قلت لك الحين هو دحوم تناقش اسمعي مالي انا مختلف عن اللي اقوله انا والله مع ان كنا ترى والله انا دائما في سولو كويسين بس بس اسمه ده لا الى حين كويسين بس انه انا اختلف فيها شيء انت مدور عليه زله انت بتصيد بس ما انت بقادر متفق معاك الكل يصيدني في سولو انا ما عندي اياه مشاكل وش كنت تقول انت الفرق بين بينك انا قلت لو طلع الفصل الجاي مالك التنانين جي جي وسونج مرة طيبة ايه. انا بعتذر حق الشاب الظريف واقول انك شطائش ومتهور صح فهمت انت تقول لا ليش تعتذر اي صح هذه النقطة اللي كنا بنتكلم فيها ليش تعتذر بعتذر حق مايش اي ليش اقول لنا انك شطائش متهور كنت انا اقول انه على الاقل اذا كان بينتصر سونج فهو بيفقد شيء مهم بيفقد يد بيفقد رجل مو يد لا لا شيء اكثر من يد انا كنت متفق معه كنت قايب الحفل واحد ما فيك انت ما راح انت قلت ما بدك تعتذر انت قلت مسالم لو سمحت لا تتدخل لا انا اول واحد قال بينتصر على ملك التنانين لكن مش بسهوله الكل عارف هالشيء ترى لا اول قبل ما يطلع الحين هو النقطه اللي بنناقش فيها ان دحوم يقول انا اقول ان ملك التنانين اقوى من سونج انت تجيب ملك التنانين اقوى من سونج الحين
ما هو من اول عشان اللي يحبونه ما راح اقول شيء. هو من اول يقول قبل لا تبدا المعركه يقول سونغ اقوى. اي قبل تبدا المعركه انا قايل قالها 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 الحرب الواحد قبل ما تبدا المعركه قلت بيفوز سونغ لكن ما راح تصب سهوله اي بيعالي شوي اي صحيح والله انك قبل ما تبدا المعركه صحيح بس كلنا نعرف هالشيء يا راشد بس انا حاليا سونغ قوي ثلاث اضعاف. هل ترى والله يا دحوم اي حلو ان استخدام سونغ لظلاله شيت غش خداع؟ لا 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 لا. طيب هل ترى ان استخدام سونغ لظلاله يثبت ان ملك التنانين اقوى منه؟ كيف يعني؟ انت تقول ان ملك التنانين اقوى من سونغ إيه؟ صح؟ نعم. شو اسمه ملك التنانين؟ ارتاريس او شيء ارتاريس اختار الناس ارتاريس ما ادري المرحوم خله يروح المرحوم اي هل ترى ان ملك التنانين قصب شنو مو بي 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 ملك التنانين انا على البلاط اقول لك اقوى من سونغ انتهى نهايه السطر هذا رايك احترم بس اي خلاص يعني اجش فيك انا جاي بسوي جاكيت اجش فيك لا تعطيني اسئله انا على اساس نوصل للنقطه اللي نقدر نناقش فيها يعني انا متصل بس ادحى عليك ايه هل سونغ يوم جي قاتل ملك التنانين كان يدري ان كل القوه دي عنده ولا تفاجأ تفاجئ انا ولا هو انت كلنا لا تفاجئ بقوه كلنا انت ثم ما فهمت السؤال هل تشوف ان سونغ يوم جي قاتل ملك التنانين كان عارف ان هالقوه عنده ذي كلها ولا صدق ينتصر فيها ولا كانت وليده اللحظه لا هو كان عارف انه عنده قوه كبيره كما توقعت تكون زي كذا عارف بكل قوي عارف ان هذا قوي مو سهل يعني لكن تفاجئ لما ظهرت قدامه اوصل لك اياه انه هذا الشيء اللي انا كنت اقول حق مراجد انه على عكس قدام اندري هذاك ما شو اسمه توماس اندري يعني قاتل سونغ كان عارف ايش قوته سونغ صح واستخدم قوته اللي عنده فقط لا اكثر ولا اقل هنا لا اضطر انه يستخدم قوه جديده ما كان هو يدري عنها ولو انه ما استخدمها كان ممكن ما انتصر هذه المعركه ما اقصد انه هذا القائش انت تقصد سونغ نفسه القوه اي لا فكرت تقصد جسمه لا سونغ اتكلم عن سونغ لا سونغ ما كان يعرف حجم القوه هو هنا ما كان يدري عنها ايه تفاجئ فيها بس ترى بالنهايه ما استفاد منها شيء يعني انتصر بالنهايه بقوته الفعليه مش بقوته هذا المصيبه لا يعني ليش مصيبه يعني قوته الفعليه بس استخدمها بالبدايه ما هو يعني يحاول يجاريه يحاول يقضي عليه بدون يطلع ظلاله وفي النهايه انا ما قاعد اقول لك غش أوكي بس خلينا نوصل يلا كمل انا الموضوع اللي بدا اساسا المشكله من الاساس بالنسبه لي اني انت قلت لي انه راح يدعم واجد اساس كل مشكله اي انه مثل توماس اندري راح يلقم في الاخير في نقطه في ذي انت فاهمها غلط بس اشرحها بعدين انا اللي قلت ما انت قلت في نقطه غلط وفاهمها خلي كمل انا اشرح نقطه غلط قلت كيف الحلال هذا مختلف عن توماس اندري ليش لانه يوم قاتل توماس اندري كان سونغ عارف وش عندي وش اللي لي وش اللي عليه هنا سونغ ظهر بشكل طيب يعني في شيء ما يدري عنه واستيقظ عنده قوه هنا هو نفسه ما كان يدري عنها صحيح. اللي يدري عنه هو اشبرن وكان اشبرن يدري انه سونغ هو الوحيد اللي ممكن يقدر يستخدمها ليش لانه كان قريب الموت اكثر من مره كان قريب من اكثر من مره وراهن عليه حتى قال له جاي يرجع قال له تبينا راجعي قال له انا اعرف ان انا انت بالضبط يوم قاعد يسار هذا انا اقول لك انه قوه جديده يوم يدخل سونغ هذه المعركه ما كان يدري ان هذه القوه عنده حتى قال هذه ساعدته في الانتصار على ملك التنانين لو ما عنده كان ما انتصر وجهة نظري الشخصية سامي لو ما عنده هالقوة كان ما انتصر كان ما راح ينتصر اللي ظهرت في الأخير انتصر بدونها يعني شوف أنا بقولك نقطة استخدمها إيه أوردي إيه أوردي عنده لكنه ما استخدمها دامنا استخدمها حلي لكن هل هي السبب اللي خليه ينتصر خليه يتكلم دامنا استخدمها خلينا نتكلم خليه يتكلم كان لها أثر في قتاله ضد الملك أوكي طيب أنا أشوف إن هي إضافة له لكن مو هي لها أثر في انتصاره وهو انتصر لأن جمع بين حاكم وملك وبشري حلو أتفق معك كذا الجزئية وبضيف أنا شغله كان يدري عنها يقدر يجمع ايوه لا هي جمع بدون درع شلون جمعهم انا علمك شلون جمعهم وهو ما يدري ان جمع ثلاثه وهو يدري ان هذا كان حاكم وصار ملك هذا اريد اعرفه لانه عنده قوه حاكم ما هو يوم استيقظ الدرع هذا الشيء اللي انا علمك اصبر احنا قبل ما تبدا المعركه شو اسمه بينيون شنو شاف الحاكم صح ولا لا وهو في وسط المعركه طلع قوه الملك طيب وش قال له ملك ثاني انت تقاتل انك انت بشري عشان كذا لازم ما اتوقع ليش يسويها أشبر؟ فأهو جمع الثلاثة مع بعض هل هو بإرادته غير إرادته هذا شيء ثاني؟ يوم يدخل معركة كان يدري بهذا الشيء إنه يقدر يسوي هذا الشيء؟
يعني بدأ المعركة. انت تتكلم عن شيء يتكلم عن شيء ثاني، انت تتكلم عن الدرع وما يتكلم عن الدرع، يتكلم بالنهايه دمج بين قوه الثلاثه. لا لا لا، هو قبل هو جامع بين ثلاثه من اول ما قتل. هو يقول يوم انه يقتل، يوم انه يقتل ملك التنين في الاخير استخدم قوه الظلال واستخدم قوه الحاكم واستخدم ذكاء البشري. أيوة. كبشري في النهايه في الضربه الاخيره، مو بيوم انه يسوي الدرع. لا تركز على نقطة من يسوي الدرع، هو مركز عليه. هو أنا أقول لك إن أساس إنه استخدم الدرع قدر في الأخير يدمجها الضربة، صح ولا لا؟ الضربة ما لها علاقة بالدرع. لا لها دخل، لأنه هو قلت هو عرف إنه يقدر يستخدم ثنتين. هناك ملك التنانين تفاجأ يوم نطلع الدرع، قال أنت قد تستخدم يوم ثنتين. يوم جهز إنه بالأخير ما استخدم الدرع. هو يتكلم عن ضربة الأخيرة أخوي. ضربة الأخيرة فيها قوة ملك وذا متى استكشف متى سرونج اكتشف ذا الشيء؟ يوم اللي يتقاتل ملك التنانين واستحضر الدرع اكتشف إنه يقدر يستخدم قوة الملك وقوة الحاكم نفس الوقت. قبل يدخل معك هالكلمه هذا رايك، واحنا انا عشان اوصل لك الفكره. لما مات دقيقه، لما مات وقابل ملك الظلال وقعد يشرح له، قال انه كان حاكم وعاد بعث نفسه لدرجات القوه الكلام من الحاكم كملك. ايوه فصار حاكم وملك نفس الوقت، فهو اوريدي سونغ عارف اللي قدامه ملك وحاكم حلوين اللي القوه اللي داخله. هو استحوذ على قوة ملك وحاكم وهو بشري، عشان كذا يقول شلون بشري متحمل هالقوة. وحدهم قال قالوا ملك ملك الظلال ما يقاتل بخناجر، مزبوط، رغم انه يستخدم قوة ملك الظلال. السؤال اللي انا يطرحه بسيط وسهل، والله سهل. قبل يدخل المعركة سونغ لا ما كان يدخل، لا ما كان يدخل. طيب اوكي اوكي، مجاوب على سؤالك انت. انت جاهز يا متخاذل؟ ريح نتكلم عن عطى الدور نغز. اولا المقارنه مع توماس اندري، كنت انا قارن جمهور توماس اندري بجمهور ملك التنين، مو شخصيه بالشخصيه، اقارن الموقف. قاعد اقول التطبيل اللي شفناه، واحمد اليماني فهمني على طول مع انه ما كان موجود، قلت ترى اسبوع اللي طاف قلت كذا كذا، قلت اتفق معك، قال لي اتفق معك وهذا رايك، وفهم الفكره اللي بصرها، لان هذا قصدي انه جمهور توماس اندري قاعد يطبلوا يقول لا ما راح يقدر يفوز، بيجلد سونغ وبيسحب في الاخير في سونغ اتصارع. فانتوا يا جمهور ملك التنين قلتوا تطبلون ولا، وبيمسح بوجه سونغ الارض ويسوي فيه وبيفعل فيه في الاخير تات معركه بانتصار سونغ على توماس اندري دون ان يفقد اي شيء غالي وعزيز عليه لا يعدلها رجله ولا حتى. انا اشوف ان الاصابات اللي جات قدام ملك التنانين ملك الشياطين اكثر حتى من الاصابات اللي جات هنا. وهنا استدل بهذه النقطه يا دحوم، انتصار سونغ على ملك الشياطين كان بيساعد الظلاله، وما حد منا اعترض وقال لا والله ملك الشياطين اقوى من سونغ، لان هذا جزء من قوته. أعيد وأكد كصيادين، في صياد يستخدم النار، في صياد يستخدم الجليد، ملك الجليد عفواً الملوك، حتى الملوك الملوك ملك الصقيع يستخدم الجليد، ملك الوحوش يستخدم تحول الوحش، ملك العمالقة يتعملق، ملك الواتيفر يسوي الشيء اللي هذا. أنا ملك الظلال قوتي اني استخدم ظلالي، هذا اسمي، هذا لقبي ملك الظلال. انا قوي من دون شيء ما فيها كلام، بس ما فيها غلط لاني استخدمت ظلالي، ما فيها اي شيء غلط، لانها في النهايه هذا ستايل قتالي، هذا اسلوبي في القتال. ما ينفع اجي اقول حق والله ساحر زي مثلا الجندي المطلق اللي استخدم النار، كي خلاص قاتل بس تستخدم النار. طيب هذا مجالي، هذا اختصاصي. في ساحر في نقابه الجندي المطلق كان يقدر يستدعي جنود سحرية، ذكرى اللي طلع اثنين بس، اثنين يقول لو طلعتهم لو طلعت اثنين انتم خرقوا. فهل ينفع اجي اقول حق ذا لا والله انت غش قاعد تقاتل بجنودك ما تقاتل؟ هذا قوته، هذا سحره، هذا قدراته. فانا حاليا كملك الظلال قوتي اني اقاتل بظلالي بجيش ظلالي، انا ساحر قوتي اساسا من اسمه المسمى الوظيفه. سيد الظلال. سيد الظلال، قبل يكون سيد الظلال كان اسمه، قبل يصير منرك كانوا يسمونه باسم ثاني، مستحضر أرواح. مستحضر أرواح، الله يذكرك بشهادة. كان لقبه كذا مستحضر أرواح، يعني أنا تخصصي وظيفتي الجاب ديسكريبشن حقي ميزتي قدرتي الخاصة إني أستحضر الظلال، أستحضر أرواح الظلال. That's it، هذا قوتي، هذا سحري، هذا مجال، هذا تخصصي. عدا ذلك أساسا القوة المبالغة اللي عند سونغ هي الشيت، هي الغش، ولا أنت فعليا مرك تقاتل بظلالك بس. كملك ظلال ميزتك وقوتك انك تقاتل بظلالك، مو مطلوب انك تكون قوي وتستخدم خناجر وتستخدم ذا الاشياء، ذي اضافات لك انت. طبعا حتى ملك الصقيع كان يستخدم ذا الرمح اللي رماه ويستخدم، ما يجي اقول له لا لا تستخدم رمح، ما يحق لك، انت ملك الصقيع قاتل بس بالجليد، فهمت الفكره؟ او انت ذا لا تستخدم جنودك الجليد، او انت ملك
قاتل بكل ما أتيت من قوة وكل ما عندك من ميزات وقدرات، سواء ظلالك، سواء تنانينك، سواء جنودك الجليدية، وحوشك، حشراتك، بالنسبة لملكة الحشرات، أي اللي يرجي مع اللي تكسبه العبه. نستحضر هنا معركة سونغ مع بيرو. حاول بيرو يفوز على سونغ بشتى الطرق قبل لا يصير يعني ظل عنده. حاول يفوز بالسم، حاول يفوز بالسرعة، حاول يفوز بالقوة، ما قدر. آخر شيء سوى استدعات باعة اللي من النمل، قال بفوز عليه بالجيش بالقوة بالعددية. قام سونغ طلع على جيش الظلال حقه وداسه، وبعد ما داسه بنص جيش الظلال قال له الرئيس قوم جنوده ضده. هذا ميزة قوة ملك الظلال. صحيح. فهنا أسلوب القتال. نجي هنا لأسلوب القتال. سونغ يعني ممكن طبعا اللي افترض ملك التنين، وهذا خطأ ملك التنين اللي دفع ثمنه غالي حاليا، إنه في النهاية آش برين كان ملك فخور. إذا جي قاتلني ما يقاتل بظلالي، ما يستخدم خناجر سامة، ما يقاتل بالظلال. يعني قاتل بالقوة ليس بالعقل. ما يستخدم أساليب البشر الذكية، أساليب البشر اللي من وجهة نظرهم خبيثة ضعيفة فيها نظامي، بينما في الواقع هي ذكاء وعبقرية. اللي تكسب والعب، أنا جاي بضربك عشان أمنعك تصد ضربتي أو تتفاداها، أطلع عليك خمس ظلال يثبتونك في مكانك خلك ما تتحرك، وشقك شق نصين وأعطيك واحد نصين. تحمس معلش أنا أسف. تحمس أسوي تفكيك دم القلب. أيوه. فشق شق وخلص عليه. فهذا ما عندي. تفضل يا دحوم. سرعة النقاط. أنا. شكرا. انا كنت ولازلت اقول ان ملك التنين اقوى بناء على المعركه اللي صارت ذكرني الابد نفس معركه لوفي كاتاكوري. التفوق لفلان، فلان ينتصر، نفس الشيء هنا. التفوق للملك التنين اللي انتصر اللي هو سونغ. هذا الشيء احنا عارفين، يعني ما تجي تشرح لي كيف انتصر سونغ. انا عارف سونغ بينتصر، انا من اول متفق معك سونغ ينتصر، ولكن اختلافي على الطريقة أو كيف الآلية. الآلية حاليا أن سونغ في آخر لحظة استخدم ظلاله على ملك التنانين وضربه ضربة أخيرة وقد أقطعه هزمه. دخلت مساحة يمكن قبل 4 أيام، دخلت كده كمستمع بس كده دخلت بشوف ايش عندهم كاتبين. سولو ليفلينج الفصل 172. إذا تسمح لي دحوم بس أقاطعك شيء، ايش قلت لك عن عبد الجليل قبل فترة؟ بغير يصورك طاوس يقطع ثلاثة أربع أيام يجي يصور سقطاوة. ما يقدر، ما يقدر يتحمل. عشان اللي يقول لي أنا قاعد أطقطق جميل صديق القطع. هذا متنمر، هذا حقائق وبس. أنا أقول حقائق انه بس يصور بس فقط، ويقول لي انا متفاعل. سام معلش قطعتك يا بعد. دخلت المساحه ومن بين 10 2 عجبهم الفصل، 8 مش عجبهم. ليش؟ النهايه مش نهايه مناسبه لملك التنانين. هذا كلام ما انت دخلت، انا ساكت. اللي يقول النهاية كانت مبالغ فيها انك تيجي تقصة برمح عادي او بسلاح عادي. اللي يقول ان الضربة كانت يعني باستخدام مساعدة، وهذا شيء في ناس مش عجبتها. في اختلاف كثير على الرأي. انا في ناس مثلي اتفقوا في النهاية، انا شاركت وقلت اللي صار حلو، ولكن كان ودي اني اشوف معنا اكثر لسونغ، ما شفنا معنا. انا عن نفسي كنت معول في المعركه الاخيره راح يصير فيه معنا، وللاسف ما شفت معنا اللي سونغ. يعني يقول ان سونغ راح يعاني. اوكي هذه المعركه مختلفه، بس ما وصل المعنى اللي وصلها ملك الشياطين. على فكره انا تحمس مع ملك الشياطين. سونغ خاف من ملك الشياطين، تاثر من ملك الشياطين وهزمه بسرعه. يعني ما طول مع ملك الشياطين، بس كانت اكثر رعب على سونغ هذه، لان الاستديو مستعجل بتوقعي. قاعد اشوف ان المعركه حتى سونغ ما في تاثر من المعركه، ما في خوف من المعركه، بالعكس كانه مخطط على كل شيء.
فأتوقع إنه في الرواية أفضل من كذا، وللأسف الاستديو أو الرسامين بعد ما خلص هذا يمدينا نعدل. إيه قاعدين يختصرون، ما أدري ماجد كان يقول يوم لا قلت بعد ما خلص، بعد ما خلص بقرا الرواية 76 و 72 بعد ما خلص بقرا الرواية 76 معليش يا علي. عموما أنا قلت ملك التنين أقوى، طبعا مش الأقوى اللي لما نقول الناس ملك التنين 100 ذاك يصير 98، لا 99 يجاريهم اثنين. طيب اذا انا قلت نسبة اللي في تويتر انا ما قاطعك، اعطونا يا مشرفين خلنا نشوف نسبة اللي معنا في البث، خلي السبيس من اللي يشوفها النهاية منطقية اللي يشوف النهاية سيئة. ليش انت افترضت ان انتهى؟ لا على اللي على اللي ظهر ما عندنا مشكلة، خلنا نتكلم على انتهى الفصل يعني على انتهى عليه الفصل. انا شوف لسه ما انتهت يا شباب، معلي رأيك ونحترمه بس انا اتكلم. انا عندي سؤال، انا اسالك خل انا كذا قطعنا دحوم، انا بخلي دحوم يكمل بس خلي دحوم انتهى، معلي خلي دحوم يكمل. ما مش متضح لي 100% يا اخي، مو بهذا السؤال الحين، على اللي انتهى عليه الفصل نهاية منطقية. حلو الفصل لهم حلو، انا بالنسبه لي لو كان هذه النهايه حق ملك التنين انا صراحه ما عجبتني. طيب لا يا اخي مو على اللي انتهى الفصل، مو على اللي انتهى يعني، لو فرضا هذا النهايه ما هو عجبتني. اوكي لو فرضا هذه النهايه مش عجبتني. طيب يلا عاد التصويت كمل سرعه المقطع. اي انا محبط من هذه النهايه زين، كنت اتمنى يعني زي ما قلت انت وق ملك الشياطين عانوا وياه اكثر من لانه سون كان اضعف في ذاك الوقت بكل بساطه، كل مره سون لجي قاتل دائما ابدا يكون اللي قدامه اضعف. لا الحين سون وصل التوب خلاص تنتهي القصه. ايوه صح كلامك، وصل اقصى شيء عنده في القوه. صح كلامك، بس اللي ضده هو اقوى 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 الملك. مو خلاص انت اقوى بس بهزمك لاني انا اقوى منك. ما عندي مشكله في النهايه، بران كان اقوى وهزمه بس مو بكل بساطه، فهمت الفكره؟ احنا عارفين سون مين اللي كان بران اقوى، مين اللي قال انه بران اقوى؟ بران من تسع على سون كثر كان. لا سلام انا اشوف سونك انا اقوى منك عدها، تدخل جيشك اصلا سونك في كل مره قاعد ينصدم من قوته. مو غلط انك تستخدم ضلالك في القتال، مو غلط يا الله، ما في غلط. طب خلني اقول انا شوف في اثنين خصمين قابلهم سونك انا اقوى منه، بران ومن ثاني باروكا، لا اجريس. اجريس اتفق معك، اجريس اتفق معك، بران لا ماني معك ولا حتى بروك ما يبي معك. اشوف سون كان اقول انا اقول انا اتكلم عن رجال، حتى هذيك البنت ايش اسيل اي سي هي نفسها تدخلت في معركه بران ساعدت سون ف ساعد ما بنك ساعد. بغض النظر يعني في النهايه هو اصبح اقوى ما عندي مشكله، بس اقول لك في ظروف المعركه دي كانت اكثر حماسا للمتابع وكانت في رهبه من سون لي هذا الشيء. انا قلت لك انا من بعد ملك التنانين بس ملك الشياطين ما شفت سونغ عانى في اي معركه قاتلها الا قدام ملك الثلاث عانى. اي قدام ملك الثلاث عانى قبل عن تسيق القوه. اي يوم خذ القوه خلاص يعني بس انت تتكلم عن ثلاثه يعني مش واحد. يعني هل من المعقول بالنسبه لي ان اشوف البطل يعاني قدام ملك او شخص قدام في البدايه ويجي في الخصم الاخير حق القصه وما شبع يعاني مثل ما عانى من قبل؟ انا هم شبع يعاني اكثر مني عانى قبل. لا وجد طيب خليني بقول بسالكم سؤال قبل لو افترضنا ان السونج حاليا مش موجود اشبر ايه؟ من ابو اشبر هو ملك تنانين. ملك تنانين ليش ملك تنانين اقوى الحين؟ سونج مفروض انه تفوق. خل سونج انسوا سونج اكلمك لما جاي يبحث لهم مختلف عن لما المهندس جاي يبحث لهم عن جسد مين كان اقوى من الشباب؟ بدا التصويت مين كان اقوى مين كان اضعف؟ اسمع لما المهندس جاي يختار لهم جسد مين كان اقوى؟ اكيد ملك تنين. ليش خلت اكيد ملك تنين؟ لانه لو اساسا لو في جابه يقول لو ملك تنين ملك الذراع يقاتل ما يقاتل نفس السلوك هذا. اول نقطه تفوق عند سونغ ما هي موجود عند اشبر. صحيح هذه معك، هذا واحده من الحاله تكفي. تفوق سونغ هو انه يشغل مخه. شوف لا يزال التصويت اغلبهم يقولون لا مثل ما انت قلت، بس بالنسبه اقل من اللي عندك في تويتر. طبعا هذا اراء، لان اللي في تويتر انا اعطيت التصويت 10/10 على فكره. انا نفسك كقتال حماس ما عندك، بس في القصه اذا كان هذا لا السؤال مو على الفصل. السؤال على هل عجبتك نهايه ملك التنين ام لا؟ انا اذا كان هذه النهايه حقت ملك التنين انا صراحه ابدا ويمكن حتى يخسر بالنسبه لي تقييم سولو بشكل عام، لانه الخصم الاخير والخاتم الكونجلوشر ما يسمونها هذه هي حاجه مهمه جدا. كلوجر بالنسبه لي مهمه جدا، او الكونكلوجر انت بك كلمتين المهم النهايه لعل اللي عندي صارت عنده بالانجليزي انت اخوي انا بالعربي الفكره ما فيها يا شباب انه النهايه اهم حاجه في القصه كلها. انا مثل ما جيم اوف ثرونز كمسلسل تربع على العرش وجاب لي نهايه تجيب العيد،
فبالنسبه لي النهايه ممكن تهدم كل اللي انبنى قدام في الماضي. انا اشوف هذا تعليق من اوتوماتيك ساموراي. سرع المقاطعه يا راشد قاعد له وضع لان 3/4 الفصل كان ملك التنين متفوق وسونغ فجاه قطع عن الصين مع ان دفاع ملك التنين قوي. تفضل برد عليك يا انا بقول المعاناه اللي هو حاليا يعيشها سونغ لمعاناه كيف اهزمه. قبل كان عنده معاناه اخرى. اول في معاناه اهله معاناه الناس وليش جابها المكان عشان اهزمه. لهذا شخص معضله ابي اهزمه هذه معاناتي. ليش مو متقلين هذه معاناه قويه على سونغ؟ ما دام سلنر قالت ان انت ما هو انت تفسيرك الكلام ما دام اذا ترى انا باخذ على كلامها ان انت راح تقضي على ما حد راح يدخل. خلونا نكمل انت يعني هل معليش يعني انا الحين مثلا افترض انا الحين افترض ان انا شخص يتنبا ايه بالمستقبل شفت ان راشد مجرد يعني وشفتك انت راشد راح تقاتل ماجد في معركه مصريه ماجد بينهي العالم كله واشوفك انت في الاخير انتصرت بس ما حد درى عن ذا الشيء. هل هذا الشيء خليني ابكي؟ ملك التنانين نشطب على عينك. اوكي اولا قلنا لك ان البطل طب بس وقت موجود انه مو كل اللي دراه من السنر صحيح لان هي اساسا يوم شافت في الرؤيه ان الملوك بيهجمون على كريستوفر ريد ذاك اللي من الصيدي الاس قالت له اتصل على سونغ لان كان عندها امل ان سونغ يغير الواقع هذا فيتشوف شيء بس مو شرط اللي تشوفه المستقبل اللي تتنبأ به يصبح حقيقه. هذا كذب شو اسمه صدق الملجم بالنهايه حتى لو كانت رؤيتك كذا شيء مو شرط انك تكون فعلا صح مثل ما رؤيتك. هذا الشغل هو كان يقول سونغ حتى ترى ما بغى نتيجه المعركه ما قال انا بموت ولا بنزل بس شكرا انت ضمنتيني اني انا اقدر اوصل للنقطه ذيك اني انا اقاتله. والكلمه اللي قالتها بالضبط بالملي ايش قالت انت بتحمل العبء الكبير كله على عاتقك يعني خلي الصيد الثاني يساعدونك. لا ما بيحد يموت بقاتل انا بنفسي. هذا اللي قالت تبكي عليه من السلر ذاتس ات. ممكن شافته يموت بس وغير القدر استغفر الله حسب معتقداتهم بانه طلع القوه هذه اللي تقول عنها مثلا يمكن تشيء ولا شو ممكن يموت الفصل الجاي ويمكن يموت الفصل الجاي ونعتذر لدحوم ودحوم يسوي لنا اخلط لكم السيس ممكن انت تخلط عاجبتهم وانا منهم هو ترى موضوع القوه يعني انكم بس راجع كمل اي لازلتم انتم تعترضون علي فيه. انا من وجهه نظري ابسط حقوق لو فرضنا ابراهيم زين بيرو استخدم بيرو قاتل معه مين سونغ في ارك النمل واسمع يا ماجد اسمع لو فرض بيرو تقاتل مع سونغ اقوى سونغ كفخ بيرو خلاه يحب الارض زين صحيح. لو فرضا في لحظه من اللحظات في مجموعه من النمل طعم تحت الارض ثبتوا سونغ وبيرو ضرب سونغ ضربه الاخيره في قلبه ومات سونغ صحيح. هل هذا يعني ان بيرو اقوى؟ لا مو شرط لان اصلا طول الوقت بيرو سونغ اللي قاعد يضرب بيرو لدرجه بيرو بدا ياه اي بس في فرق هذه المعركة حاليا والتفوق اللي واضح لمين لملك تنين تفوق عليه ندخل بجيشك هزمتك بجيشك تحولت بالقوة الكاملة هزمتك رجعت بشري دقيت راسك زين سويت ده كله ولاحظ الملك تنين تقاتله بشكل بشري تقاتل بشكل التحول الكامل ورجع لشكل هجين المفروض يكون أقوى شكل زين وقاعد يضحك عكس سونغ اللي تعبان. فإلى هذه اللحظة اللي هو عكس سونغ اللي هو تعبان هل هذا يدل على قوة اللي هو ملك تنانين ولا يدل على تعادل تساوي بينهم؟ أنا مختلف معك على سالفة القوة. إيه المشكلة هو اللي معترض أنا أبي اسمع. إيه أنا ماني مختلف معك على سالفة القوة لكن أنا أعترض معك على السيناريو اللي حطيته لي حق النمل. نفس الشيء حين. لا يختلف. وش الفرق؟ اللي يختلف الفرق إنه الجيش الظلال هذا يعتبر شيء من قوة سونغ. يعني من قوة سحرة ما عندي مشكلة ايه في فرق اما النمل يعتبرون من جيش في فرق انا اشوف انه في اختلاف جوهري في هذا الموضوع. طيب لو فرضنا النمل هذول هو يدخل اسمع كل انا يدخل. تعال خليه يقوم شو اللي يختلف كمل اي قوة الظلال اللي موجود عند سونغ يعتبر من سحرة الله اكبر انا ما اقدر افترض ان هذا الشيء طيب هذا الرد الاساسي لان بيرو يوم ينادي الظلال كان هو قائدهم لو تقول لي انه مثلا أمه هي اللي هزمت سونغ أقول لك إيه هذه قوتها الولادة وهذا جيش هو أبنائها ويحق لها تقاتل بأبنائها بس بيرو قوتك في جسدك أنت في سمك أنت في قدراتك أنت ما عندك الجيش اللي تحتك مو قيادتك طيب أنت بالطريقة هذه ذبحت نفسك لا 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 كمل عاد يعني خليني أرد عليك كمل أي
حتى لو ما ضد لانه مو جزء من قوته، بس خلينا نكمل عشان نوضح له بس الفكره. اولا افتراضك اللي قلته حتى في السؤال قال اوتوماتيك ساموراي ثلاث ارباع المعركه المتفوق ملك التنانين. ليش انا شفت ملك التنانين مثلا قطع يد سونغ انا ما ادري شفتوا هذا ترى كل اللي سوانا قتله واحد من ظلال الهوكايز ذاتس ات، عدا ذلك جسد سونغ جسد سونغ الى الان ما في جرح واحد ولا خدش واحد. بتقول لي بدرعه بقول لك طيب وطير جرح التنين حقه متكافئين. قل لي ما قدر يأثر عليه اقول لك ايه، بس لا تقول لي انه كان التفوق واضح الملك التنانين. انا ما شفت حاليا سونغ، ما شفت سونغ تلقى اي ضرر بر من الدائم، ما شفت والله يعني سونغ قاعد ينذبح ولا يموت جيشه. الغى جيشه، جيشه طلعه بعدين رجع الغاه وتم قاتله قاتله بتكافى 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 لين ما طير له كايزن، رجع طلع على التنانين هزمهم وكمل قتال. طيب اوكي ما شفنا في النهايه ايش اللي صار، نزل له السيوف ذي طلقهم عليه ذاك طلق النار وكانوا شبه متكفئين، ذي يطلق وذي يطلق، ذي طير جناح ذي طير يد. اسمع وين وين التفوق حق ملك التنانين؟ يعني وين اللي تقول التفوق واضح وانتصار واضح؟ يعني كانه نفس الشيء ترى لما تبي تقول التفوق، التفوق مثلا في قتال سونغ ضد بيرو، كان بيرو يحاول يتفوق عليه بالسرعة تفوق عليه سونغ بالسرعة، كان بيرو يحاول يتفوق عليه بالقوة تفوق عليه سونغ بالقوة، بيرو يحاول يتفوق عليه بالسم عنده علاج ضد السم، بعدين ذا بالجيش تفوق عليه بالجيش. إذا تتكلم عن الجيش، إذا تبي ملك التنين يجيب جيشه، سونغ عنده صرخة التنين اللي توقف الجيش كله. نعم ملك ملك التنين عنده نفس الصرخة ما اختلفنا، بس فعليا سونغ ذكي ألغى جيشه وخرهم ورجع طلعهم مرة ثانية. ملك التنين ما عنده الخاصية هذه، ميزة في قوتي إني سلاح أقدر أستدعيه أقدر ألغيه، ما خليك تقتلهم فهمت علي، واقدر استدعيهم متى ما ابي. انت اخترت بنفسك ودخلت بنفسك، ما استدعيت جنودك، ما هربت لما تستدعي جنودك، سمحت انه ياخذك لساعه المعركه المنفصله القوم مشكلتك، ما عاد قالك تهايط وتثق بنفسك وتقتر بقوتك. ففي النهايه انا اشوف سونغ اقوى لانه قاعد يستخدم جزء من قدرته. لا اقوى نهايه الدسكشن. لا لا اصلا رايك رايك سونغ في هذا الفصل، سونغ في هذا الفصل قال انا بديت اتعب القوه بدأت تروح تستهلك القوة. زين فهذا يعني ان قلت قوة سونغ صح ولا؟ بينما ذاك شو يسوي؟ واقف ما نقصد بس ما تكلم ما قال يمكن حتى هو قلت بالعكس كان يضحك وداخل لك بأقوى طور. الحين لما تقول لي ما قال شيء، ما قال شيء يعني يثبت انه قوة، ما اجي انا افترض اقول لا ممكن مثل سونغ تعب، لا بيبين الفصل جاي على الاقل جاك الفصل جاي قال انا اساسا انتهيت. طيب تعب سونغ هل يقدر يعوضه؟ يقدر ليش ما يقدر؟ شنو ياكل سحر؟ ما يقدر عنده مشروع. الله لا تفترضون اللي صار عنده، ما نفترض شيء ظهر بالقصة عنده. عنده يشرب مانا ويعوض كل التعب ويعالج نفسه يخلص كل شيء عنده. معليش استخدمه طيب الحين؟ لا ما استخدمه بس عنده استخدمه يوم انه صار ملك. اي استخدمه صار ملك ايش فيه؟ متى استخدمه؟ قصدك انه يعني من صار ملك الى خدمة جرعة هذا قاعد يطلع السكاكين من المتجر. ما طلع اول شيء، ما طلع جرعات سحر، هذا موضوع ثاني ما ابي اناقشك فيه. ما طلع جرعات سحر هذا اول شيء، ثاني شيء وقاعد تتقاتل مع اقوى شخصية موجودة في القصة، فلا تجي تقول لي راح يوقف يشرب جرعة ويكمل معركة. يا رجال طلع على ثلاثين يضربونه وراح سوى الدرع كامل، كان يمدي يطلع وقت جرعة وياكل، يعني اطلع لك جنود كلهم ديلي بالنسبة لسون. هذا في حال انه يقدر بالنسبة لسون كل الجنود ديلي مقابلين للتضحية، جنود بالنسبة لي مو جنرالات. اي مو جنرالات، اي احد اطلع لك جيش خليك تقاتل فيهم تبلش فيهم واروح انا اشرب جرعة واريح وارجع لك عادي. الله يقدر يسوي اكسشينج وينحاش من مكانه عادي. ترى حتى ملك التنين دي الحاجة اظني انا قاعد اقول لا انا ما عندي مشكله. بس المعركه يعني زي ما قال وانت صادق فيها اوتوماتيك سومري صح؟ ايه صادق فيها. يورني التفوق حق ملك التنين. هذا التفوق المهم في هذه اللحظه ان سونغ يوم رجع بشري زين وكان مغلف جسده بالظل، وذاك رجع بشري وتغلف جسده بالتحول حق بالتحول والهجين زين. بدوا يتضاربون ما قدر اصلا سونغ يتحمل. شوف كيف يضحك ملك التنين زين وطير. اي يوم طيره كان متعمد سونغ رجع الخنجر له من ورا. ما رجع له من ورا كل شيء متعمد. هل سونغ قال انا طير درعي توهقت؟ قال كذا ساكت سونغ. يعني انت تاخذ اللي ساكت باللي مجنون قاعد يضحك؟ يا اخي انا ساكت بركز في اللعب المهم. يعني واحد جالس كذا مثلا يلعب فيفا، واحد قاعد يلعب ويحط خطط ويحط تكتيكات، والثاني هذا اي القوم هزم في الاخير. انت اللي انشقيت، انت اللي انهزم 3-0 3-1 الا انشق في الاخير. اثنين سونغ قاعد يتصدى الضربه، هذا قاعد يضحك عليه وضرب يده
طير الخنجر رجع من ورا ولا ما رجع؟ هذا ذكاء من سونغ، ولكن الضربة كانت قوة من ملك تنانين، لأن قبلها كان يقول سونغ بدأت طاقتي تقل، بدأ السحر حقي يقل، فهذا شيء طبيعي إني أنا ما أتحمل ضربة ملك تنانين، فلذلك سونغ بدأ يشغل مخه ويستخدم قدرة أخرى. ملك تنانين ما تقل قوتها؟ ما قلت الحين. ما تقل؟ المفروض. يمكن ما يظهر عادي، إيش مشكلة أو؟ ما يظهر يعني إنه أقوى. هذا الفكرة يوصل لنا تصور نفسك مع واحد زي زاركي كيمباتشي مجنون يحب القتال. لا 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 هذه حقيقة دحوم، هذه حقيقة. في شخصيات ناس مجنونة تحب القتال، حتى لو انك تطعن، حتى لو تشق، حتى لو ما انا حقته بتخلص ما يبين علينا تعب، يستمر في القتال لما باخر لحظة صحيح. وفي ناس لا ذكية تحسب تضرب خمس وزداس لحظة خلني طير خنجر ورجع من ورا لحظة المانع حقتي قرب تخلص خلني خلص عليه بسرعة. العبرة بالخواتيم مو باللي اللعب والهياط، الهياط هايط زي ما تبي، قل زي ما تبي يا أخي. في الملعب التصريحات قبل المباراة مباراة بلا كامل كذا نظر مثال بإبو هوك هايط برا الملعب وقال لما قال لهم دخلنا في ساحة الحلبة تكمر لقم تيجي تقولي والله أنا أقوى من تاكامورا، تيجي تقولي والله إلا هوك أقوى من تاكامورا، لا في النهاية اللي لقم هوك تاكامورا أقوى، ما في كلام. حرقنا على ذول الناس. طبعا أنا من أول قلت لك الحين النهاية والخواتيم تتكلم عنها، أنا قلت لك سونغ راح ينتصر. هاي بس المعركة ومجريات المعركة بكل بساطة الاثنين تقاتلوا بأقوى طور لهم التحول الكامل. سونغ تبخر من قوة التحول هذا، يعني شوف جسده مو باختياره رجع جسد طبيعي، لا رغم عنه لان السحر بدا يضعف عنده، هذا شيء طبيعي لازم تحط في اعتبارك. ويعني انت تشوف ان ملك التنانين رجع لهيئته البشريه كيف يعني؟ اي شوف باختياره لازم تحط في اعتبارك. ايش قال؟ تتحكمون على المظاهر. لا لازم شوف، لا تقول لي على المظاهر انا هو اقوى ملك التنانين، ليش يغير البشري؟ احكم لازم تحط في اعتبارك لما تقول ملك قاعد يقاتل سنوات ويعيدون بالزمن الحكام ويرجع يقاتل وفي بشر، هذا بشر ما عنده خبره يسوي زي كذا، في ملك يقاتل قرون معناته انه يقدر يناطح بدون قوه، يقدر يناطح معناته هو اقوى. والخبره انت الملك اللي تقاتل، والله قاعد يقاتل قرون انه يقدر يكمل بيئه التنين، وجناح التنين طار اوريدي. شو مشكله قيمه التنين هو بالتنين؟ طيب ليش ما كمل؟ ليش الغى؟ كمل اذا انت عارف طرق كذا كمل. وعلى فكره ترى ينفذ نيران، ينفذ نيران وفئه البشر رجع بشري مو بحين هذا سونغ رجع بشري، هذا رجع بشري، يوم رجع بشري ملك تنين شوف 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 القوه اللي انا اتكلم عنها. قال هذه اخر فرصه اقدمها لك يا سونغ، الا تريد ان تنضم الي؟ هل هذا شيء؟ ليش تتساهل مع خصمك؟ هذا عيب فيك. يلا لا تجي تكلمني بالطريقه ما كلمك على اللي صار، مو رجع اللي بشري اللي صار. وقال له انضم لي هذا اخر فرصه. هل هذا يعني ليش تعطيه؟ لا تعطيه فرصه. اي ضع انا اعطيك فرصه. اذا تعطي خصمك فرصه ثاني مره ثالث مره اذا انا ضعف فيه، اذا انا اعطي فرصه معناته انت مو قوي بدونه. انا ما يعني انت تشوف انا اعطي فرصه لخصمي يعني هذا ضعف، انا ما يعني انت تشوف الكلام هذا، انت تشوف الكلام هذا ان علي كذا خلاص ملك الدنيا اقوم مسوي. لا انا شوف ان الفصل هذا كله يثبت ان ملك تنين اقوى من سونغ. لا لا انا بالكلام هذا اللي هذا كلام رد عليك لما تقول ليش رجع بشري؟ رجع ينزل له باستحقار، باستحقار يقول له شوف ترى لا زالت الفرصه لك، انت عندك قوه. يقدر يقول هو تنين ليش يرجع بشري؟ عشان يقابله بشري، بشري جسد نزل بجسدك البشري، ينزل بجسدك البشري. ليش اذا انت انا اشوفني انا تفوقت عليك على فئه التنين وهيئه تنيني ما انصاب ولا تضرر، اكمل بالتنين، انا اقوى بالتنين ممكن. ليش انزل له على قولتك؟ طور الهجين اقوى ونزل له. يلا نزل له اقوى معناته خلاص عند تقول ضعف من نفسه ليس الروح على ما قلت طور الهجين اقوى، اثبت لك على كلامك. ما قلت ضعف من نفسه، راشد قاعد يقول اضعف ما اضعف، انا قلت لك حتى يوم نزل بطور الهجين تفوق على سونغ، هذا الحرف بالحرف الواحد اللي قلته تفوق على سونغ. راشد قال لي لا اذا اعطاه عرض يعني انه هو اضعف، والثاني قاعد يقول لي بالكلام وبالهياط. شوف الفصل انا بالنسبه لي الكلام والهياط يحسب النتيجه صح؟ لا لا يحسب الضرر، هل كان في ضرر على سونغ؟ لا ما طارت لا يده ولا رجله ولا شفت انقص شيء. جيب لي ضرر على مكتبي شقوا الحلقه، شقوا ما
من الصيحة اخر حلقة سبق وقتها. انا ما اتكلم عن ضرر النهائي. ضرر النهائي نعرف ان ملك نسونج راح ينتصر. قاعد اتكلم عن المعركة. جيب لي ضرر. لا تكلم انه بينتصر. طير جناح طير يده. انا هذه انا ما قلت ان سونج متفوق. انت اللي قاعد تفترض ان ملك التنانين متفوق. انا قاعد اقول لك سونج كان متكافئ مع ملك التنانين طول المعركة. وفي اخر المعركة يوم سونج استخدم كامل مقوماته اللي من ضمنها التنانين تفوق وانتصر. نهاية القصة. هذا بالنسبة لي. انت تقول لا ملك التنانين كان متفوق على سونج جالده. نعم. وفي اخر معركة كلنا نعرف ان سونج بينتصر. طبعا كلنا نعرف ان سونج بينتصر هذه المعركة. ما حد اختلف على هذا الشيء. مع انك مفترض انه بيموت بس ما مات. هو ذاك اللي لقم وما مات. ننتظر ننتظر الموضوع. ما يهم هذا الموضوع حاليا. موضوعنا الحين. وين ملك التنانين فعليا تفوق على سونج؟ ايوه. زي شقه في بطنه. طيب وبعدين هو شقه. شنو شقه الصين؟ الضربة اللي بعدها شقه الصين. الضربة اللي بعدها شقه الصين. هذه ضربة بضربة ضربة بضربة. انت شقيتني تعدي. انا شقيتك من الصين. والله ما قاعد يقول وين التفوق. ايوه هذه انت عاد ضربة بضربة. طيب يدي. انا اوريك قصت يدك زي قصة رقبتك. لا 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 انا اقدر اسوي نفس الحركة اللي سواها. اوريك جناح ملك التنانين شوف طير جناحه. ترجع تقولي طيب وطير يده نفس الشيء انت تعدي ببطني انا طيرت شقتك نصين شقتك من راسك حسب الروايه بعد طعنه في قلبه ما شق عشان خاطرك فطعنه بطعنه تعدي ببطني طعنتك في قلبك بس هذه بكل بساطه فالى نهايه الفصل تعادل ويمكن زي ما قلت انت زي ما قال ابراهيم ممكن الفصل الجاي مو بهذه نهايه المعركه ممكن الفصل الجاي يوم الاربعاء ترى بعد بكره ننصدم بشيء يفجر مخنا كلنا وفعلا يصير ملك التنين اقوى واجي انا اقول لك انا اسف حقك علي ملك التنين اقوى من سونج اثبتها خلاص ويموت سونج بعد والله يمكن يمكن انا ما اقدر اجزم يعني انتم مشكلتكم اللي اشوفها انا الحين ما تخضع المظاهر الهياط والمظاهر ما يفرق معاي أيوة لان هاي مو بدليل كافي بالنسبه لي اشوف ان ملك التنين يعني اقوى من سونج يعني هذا بالنسبه لي متى يفرق متى تقول ان هذا تفوق لملك لو اني شفت زي مثلا إجريس خلينا ناخذ مثال إجريس إجريس سونج المفروض ميت سونج منتهي شلون بالحظ هو بنفسه اعترف سونج بعد المعركه قال والله بالحظ فزت عليه لانه عنده شرف ورجله ونزل السكين وقاتلني باليدين ولا كان ما قدرت افوز عليه هذه ذي ما فيها كلام إجريس وقت المعركه إجريس كان اقوى من سونج بمراحل وكان يمدي يذبحه هذه الحقيقه مثبته وشفناها بعيوننا لا بالحظ شو بالحظ حتى يوم حتى في مهمه حتى في مهمه مهمه الوظيفه سونج نجي بالحظ لان انسهل الوقت طلع بالحظ معركه إجريس اللي احنا نقول انه دائما هذه معركه كانت صعبه على سونج شو بالحظ بفهم انا اذكر انه صار في قتال اذا ما اذا ناسي انا اذكر سونج حط السكاكينه اغمدها عشان سبقاتها باليدين قام إجريس لانه عنده شرف المحارب أغمد سيفه حط سيفه في الأرض وقاتله باليدين هذا الشيء سمح اللي سونج أعطاه فرصة إنه يقاتل وينتصر عليه وبالكاد في النهاية يوم جاي ضربه عند ال 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 الكرسي كان سونج جالس الكرسي كان جابه كذا رجع مرة ثانية سونج ترى إجريس شال السيف وكان بيشق راسه خلاص كذا الضربة جت في راسه في آخر لحظة سونج بدأ ولذا طعنه وبعده سونج هو كان أقوى مني سونج بنفسه ترى قال لك هو كان أقوى مني ولولا الحظ أنا ما فزت عليه هذا الشيء نفسه أنا قاعد أشوفه سونج قاله التفوق ما يحتاج يقوله سونج أنا عندي عين ما يحتاج أنتظر الشخصية تيجي تقول لي إن هذا التفوق اللي صار نفس اللي صار هناك إن ملك تناني أنت تقول جيب لي ضرر واحد غير التعادل اللي صار هذا جراح هذا قطع يد التحول والثاني قطع يد التنين ما ادري جناح التنين جبت لك على طول الصفحه ان ملك التنانين طعن ام اوريك الصفحه اللي بعدها جرح سونج اوريك الصفحه اللي بعدها ايش اللي صار في الصفحه اللي بعدها يدل ايش يدل على تفوق لملك التنانين بالقوه وقلنا ليش لان سونج تعب وبدت تضعف قوته هذا شيء طبيعي كم الصفحه اللي بعدها الصفحه اللي بعدها ايش اللي صار الصفحه اللي بعدها سونج تفادى او سحب نفسه من جرح سيف ملك تنانين أيه؟ وكان حاط في باله ان الخنجر راح ينزل على ملك تنانين وقتله حلو وبرضه فاجأ ان ملك تنانين عنده درع خرافي فهنا حلو. سونج قرر انه يهجم الضربه الاخيره ومع الظلال يعني مع طعنه مقابلها ايش طعنه بمشي على الروايه حتى بمشي على اللي صار في الفصل طعنتني في بطني انا جيت طعنتك في قلبك هذا اللي مكتوب في الروايه ان طعنه في قلبه مو مشق نصي فطعنه مقابل طعنه مجرتك الطعن اللي ورا اثبتك وطعنك من قدام عادي ثبته وبالقوه طعنه من اللي قدام طعنه بطعنه فتبي تقول انهم كانوا متكافئين بالقوه على عيني على راسي في النهايه ما دام سونج انتصر فهو في النهايه اقوى هذا وجهه نظري انا بتقول لي ليش استخدم ظلال بقول لك جزء من قوته وعلى العموم النقاش ده سيظل ابد الابدين انا اشوف عن الموضوع عن وصلنا لمرحله يعني ديد اند خلاص كل واحد وضح اللي عنده واللي في خاطره
وهذا اوتوماتيك سامراي يقول طيب مو بعد ما رجع الشكل البشري ملك التنين طير خنجر سونغ وطعنه في بطنه احس ان ذا تفوق. هذا نفس اللي قاله ما شاء الله عليه. شوف ان هذا خطه من سونغ انه يطير يده ما شاء الله عليه. انا شفت خطه من سونغ لما رجع لف بالخنجر من ورا وضربه اللي ما يقول هو العكس. اجي انا اقول ايه ايه فعلا انا تقول احكم على اللي تشوفه. انا احكم على اللي اشوفه ان سونغ طير الخنجر لفه وخليه يضرب. شلون بخليه يتفادى؟ شلون بضربه من ورا؟ دراني ان عنده درع قوي. كسب درع قوي ثبته وشقيته من قدام. شلون سونغ طير يعني كيف ماجد؟ حرام عليك. لما ملك تنين يضرب سونغ سونغ تروح يده بعيد من قوه ملك تنين تجي تقول لا سونغ اللي طير يده مو ملك تنين. هل قال العكس؟ شلون يقول حرب؟ انت تقول الحين مساعه تثبت الحين تثبت من رايك. تقول انا اللي شفته يوضح لي ذا الشيء. رايك انا احترم رايك. انا اللي شفته هذا اللي يوضح لي. طير خنجر عشان يلف ويرجع. سونغ سواها من قبل ضد باروكا. قدام باروكا سوى روحه كذا متعمد انه كلمه تلقى ضربه عشان يخليه يهجم عليه من ورا. يوم انه يخلي يضرب شو اسمه ايرون ايرون هذا الكلام قلتها ايرون رمى السيف لايرون عشان يهجم عليه. يا سلام ايه عشان يهجم عليه هجم عليه ويوم جه يهجم عليه قتله اساس يعني يسويها سونغ. هذا مخططات هذا اسلوب ذكي. هذه لا انا قاعد اتضارب معه طير يدي وانت لازلت خطه من ابسط حقوق يقول خطه شفته من قبل. ما ظهر العكس ظهر العكس ما ظهر العكس. انا بيحق لي انت تفترض من اللي تشوفه في القصه تقول هذا حسب اللي ظهر لي انه ملك التنين اقوى. اقول لك انا حسب اللي ظهر لي سونغ اذكى عادي. انا ما عندي مشكله انا معك اذكى معك وتفوق علي بالقوه في الاخير. هذا وجهه نظرك. جي اف ان 6 يقول مساء الخير حبيبنا حبيب الكل في هانتر اليوم والله يا شاي ودنا بس انا خلاص انتهيت ولا اعتقد ان فينا طاقه اكثر من كذا. ساعتين وعشر دقائق المفروض اليوم ما كان في بث اصلا بس الحمد لله الوالد بشرته وطلع بالسلامه وتابعنا وكذا وصار في بث. فان شاء الله بكره في بث الانمي بيجيكم بطاقه اقوى ونسوي لكم نقاش. عندنا كيميتسو بكره عندنا ون بيس بوجي بوجي وبوجي اكيد بوجي 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 حبيب الكل. فتعالوا لنا بكره في البث لان الحين كذا وصلنا لنهايه هذا النقاش الجميل الممتع معاكم. في الختام قولوا معاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسون الاشتراك في القناه والشير. نشوفكم على خير.